فضفضة مع الدكتور هاني الغامدي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامجنا الأسبوعي فضفضة، كل يوم سبت من الساعة 10 مساء وحتى منتصف الليل، ساعتين نفضفض فيها البعض ونحاول نوصل لنقاط التقاء بإذن الله. ومشاكل الدنيا حبايبي ما تنتهي. أعطيكم رقم الاتصال اللايف الآن من 10 إلى 12 012-616-1100. أعيد لكم الرقم مرة تانية 012-616-1100. طيب حبايبي، الدنيا تغيرت طبعا، يقول لك هي الدنيا ما تغيرت، هي النفوس اللي تغيرت، الناس هي اللي بتغير الدنيا. الدنيا زي القاعدة كده الثابتة، في شروق وفي غروب وفي ليل وفي نهار. النفوس هي اللي عايشة بتتغير، وهي اللي بتتغير سبحان الله أحيانا بتسارع وأحيانا ببطء. لكن بغض النظر إذا كان التغيير هذا بتسارع أو ببطء، فهو للأسف يؤدي إلى ما قد ذكره لنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه من علامات الساعة وقرب يوم القيامة. حتتكلم عن علامات الساعة؟ لا، حتكلم عن النفوس. النفوس اللي ما حد أصبح، أو البعض ما أصبح يصدق بأن هناك نظيف، ما حد يصدق أنه في بني آدم نظيف. ليش؟ البيئة، المجتمع، من هم حولك، الناس اللي بتتعامل وتتشارك معاهم، دائما في عندهم نظرة انه بين قوسين وراك بلا، لازم يكون في وراك بلا. حتى لو قدمت الخير، بل بالعكس، لما تقدم الخير عند البعض يقول لك اكيد ورا بلا. ليش؟ لانه مش متعود انه يشوف ناس نظيفة، وانه كل اللي موجودين معانا للأسف من حولنا بنتشارك معاهم بنتلسوع منهم. فمعقولة أنت نظيف؟ معقولة لوجه الله؟ معقولة أنت بتقدم شيء بنية طيبة؟ معقولة ومعقولة ومعقولة، لأنه للأسف الكود اللي في الرؤوس أصبح الآن أنه كل وراه بلا. وحنتكلم ونكمل. طيب معنا اتصال، أهلا بيك أنت على الهواء، تفضل. قطع؟ لا بس. طيب أعيد لكم الرقم مرة ثانية 012-616-1100. ولذلك يا حبايبي، هذا الفكر السائد اللي أصبح موجود في بعض الرؤوس لو جاز التعبير هو مؤشر خطير، لأنه في الآخر ضاعوا النظيفين في الزحمة. ليه؟ هو في نظيفين أصلا؟ هذا هو السؤال. البعض لا يعتقد بأن هناك نظيفين، بل أن البعض يعتقد أنه هو النظيف، وبين قوسين هو ما له علاقة بالنظافة. ولكن الأمر الوحيد اللي تعرف أنك أنت نظيف أو لا هو ما بينك وبين صدرك، وتعرف في الآخر بأنه الأمر بيتم بنية طيبة، وأنه ما كان في أي مقصد، أي هدف من خلف أي أمر أنت بتقدمه للآخرين. الأدهى والأمر لما تكون تصرفاتك مع الآخرين من نية أنت ما تقصد فيها الأذى، ولا تقصد فيها أبدا بأنك أنت تستغلهم أو تنصب عليهم أخلاقيا أو فكريا. ولكن للأسف احنا قاعدين نشوف شواهد كثيرة موجودة أمامنا اليوم. كثير ممن لا يستحق أن يحترم أصبح له مكانة، وكثير ممن لا يملك لا علم ولا منهج ولا أدب ولا أخلاق أصبح له وضع. إذن بالتالي العملية هي كذبة،
مين فينا بس اللي يعرف كيف يوصل ويأخذ مكانه في رؤوس وصدور السذج؟ وبالتالي اللي قاعدين نشوفه اليوم على تويتر، على تيك توك، على غيره، أمور عجيبة غريبة. معقولة هدول وصلوا وأصبح لهم مكانة ويتناقشون فيما ليس لهم فيه لا ناقة ولا جمل، وأصبحوا هم المرجعية عند البعض؟ يعني تلم المتعوس على خيب الرجا كده بالبلدي، يعني ده بيقول كلام فاضي والتاني بيصدقه، أنه انحدار للفكر اللي احنا وصلنا له. والله المستعان. معانا على الخط، تفضل، أهلا بيك. برضو قطع يوم القطع العالمي هذا. إذن بالتالي يا حبايبي، طيب النظيفين إيش يسووا في الزحمة دي؟ كيف حيعيشوا بالطريقة هذه؟ حبايبي اعتد بنفسك طالما أنت على علم بصفاء نيتك، اعتد بنفسك طالما أنت متكئ على منهجية علمية حقيقية تقدم فيها رسالتك، ابقى واثق بذاتك طالما أنت في شراكتك مع الله. واضح الأمر بتلك النية اللي جوا القلب يا حبايبي. ده حتى الإنسان وهو على يقين بأن نيته صافية برضو يتشكك، يا ربي هي نية صافية ولا هو الأمر فيه له شيء من السمعة ولا شيء من الرياء ولا شيء من الأمور اللي ممكن أنا أبغى أحد كده يلتفت لي ويشوفني، ولا هي نية صافية لك أنت؟ أنت أعلم بنيتك. فسبحان الله العظيم، كثير من الأشخاص اللي هم قريبين من المولى عز وجل حتى أيام الصحابة كان البعض يتشكك بأنه نيتي صافية، بيسأل عن نيته؟ نيتك أنت تسأل عنها؟ نعم، من شدة حرصه على أنه قد إيش يبغى الأمر لله. فما بالكم اليوم؟ نعود إلى سؤال صدورنا دائما، هل هي لله؟ هل أنت بتقدم شيء وحقيقة الأمر من جوا صدرك نظيف نظيف، ولا الأمر فيه انتظار لبعض الأمور اللي تحتاجها من لسان البشر مكثر منها؟ معنا الخط؟ ما في أحد؟ طيب. إذن يا حبايبي اليوم كثير من الأمور فيها كونفليكت، فيها لخبطة، فيها مصادمات، ضاعت المصداقية. كفاية هاني سوتها في وجهها، أنا ما بسودها في وجه أحد، أنا بتكلم عن حقائق بنعيشها، والحقائق هذه أدت إلى خروج أمر مهم ونشوء أمر مهم في الصدور وهو الخوف. صرنا خايفين، ما احنا عارفين اللسعة حجينا من فين، الطلقة من فين حجينا، الضربة من فين حجينا، أصبحنا متشككين في كل من هم حولنا، زوج، زوجة، أبناء، زملاء عمل، ناس في المجتمع. لا 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 لا، انت رحت بعيد. طالما أنت على يقين بصفاء نيتك خلي رجولك ثابتة على الأرض، لا تخاف، لا يغرك كل من هم حولك من المتساقطين أبدا، طالما أنت متكئ على علم وعلى فهم وعلى أمور كثيرة خاصة بنيتك الطيبة مع الله ثم بنواياك مع البشر، فأنت أعلم بأن الأمر بالنسبة لك خارج من مصدر نظيف، بغض النظر عن من يكذبك، بغض النظر عن من يتهمك، بغض النظر عن من يشهر بك في أمور ليس لك فيها لا ناقة ولا جمل ومظلوم أنت، ولكن هكذا هي الحياة وهكذا هم البشر. ولن أجعل أحد قضيتي، مقولتي من أكثر من 30 سنة ولا 40 سنة حبايبي. اليوم في هذا الزخم من هذه التناقضات أصبحنا متلخبطين، أو أصبح البعض متلخبط. كثير من الأشخاص بيتواصل معايا خايف من الدنيا، خايف من بكرة. ده في حتى نتاج لكثير من الأمور اللي أصبحت اليوم في ناس اتخذت على أساسها قرارات، اللي ما يبغى يتزوج واللي ما تبغى تتزوج واللي بدأ يصدق بأنه الخير اتنزع من الناس. أبدا، مين قال الكلام ده؟ وليه وصلنا لهذه المرحلة؟ وليه بدأنا نتشكك حتى في سلوكياتنا ونوايانا نحن فيما بيننا وبين نفوسنا؟ لا يا بنتي ولا يا ابني، أنت على قدر أنك تتخذ إجراءك، وإذا كان تم الأمر مع من هم حولك بسوء أو بسلبية فلعلك تكون أنت النقطة البيضة في السواد الأعظم، لعلك تكون الشخص اللي يكون نتاجك الفكري والسلوكي أفضل من غيرك. ليش نتشكك؟
يا عم النتائج كلها كل الناس كده، ما في شيء مثل كل الناس كده، ما في شيء بالمطلق. في شيء انه انا عندي رسالة وعندي اختلاف وعندي قوة وعندي عزيمة وعندي اتكال على المولى عز وجل من قبل ومن بعد. اذا انطلق فلا تخف، لا تخافوا يا حبايبي من كل ما يدور من حولكم. طيب لو انقطع المرة الثالثة هذه معناته حنطلع فاصل. اهلا بك، تفضل انت على الهواء. السلام عليكم، كيف حالك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بك، حياك الله. اسمك ايش؟ الله يحفظك. اسمي فهد. فهد حياك الله، كم العمر يا فهد؟ الله ما يحييك، عمري 32. حياك الله يا ابني، اهلا بك. ايه دكتور، بس اتكلم بخصوص الموضوع انه الظلم وحسن النية وزي كذا. تمام. ايوه انا يطول عمري حصل لي بس موقف الفترة هذه يعني قريبة، يعني حبيت اشاركك بالموضوع واخذ رايك. أنا طول عمر وقعت عقد عمل مع شركة بنفس المنطقة اللي فيها أنا مدة 5 سنوات. جميل. تمام. بخصوص العقد هذا أسست حياتي، يعني الحمد لله تزوجت وفتحت البيت وسكنت وكل شيء، والعقد 5 سنوات، كان عقدي كافي 5 سنوات. تمام. بعد ما مر سنتين بعدين جاني أمر نفس الإدارة، إدارة المنطقة يعني، بالنقل. هو حكومي ولا خاص يا فهد؟ لا هو خاص. تمام كمل. ايه فجاني منطقة نقل تقريبا حدود 70 كيلو 80 كيلو. تمام. بدون اي سبب يعني، فكلموني قلت انا اوكي من المشتبه راح المسؤول اتفاهم معها، يعني ليش نقلتونا موقع العقد انه بنفس المدينة اللي فيها انا، العقد بينه وبين الشركة بالمدينة يعني. تمام تمام. فرحت للمسؤول هناك، صار في موقف يعني جدا غريب. لعله خير. طلعت الصباح، ايوه انا طلعت الصباح كذا حتى فطور ما صفرت، هذا فيها رزق يعني لسه، يعني انا متزوج جديد وعندي بيبي ان شاء الله بعد اسبوعين تبي بيجي ان شاء الله. ما شاء الله، يجعل ان شاء الله بالخير والبركه والصحه والعافيه عليه وعلى امه وعليكم ان شاء الله. الله يجزاك خير ان شاء الله ان شاء الله يا رب. فالمهم رحت اخذت على المسؤوله حق المنطقه، يعني كان اسلوبه جدا غريب شوي، يعني اسلوبه ضحكني شوي بنفس الوقت صار فيني استغراب. كنت اتكلم معاه انا، السلام عليكم معك فلان فلان زي كذا، عندي مشكله زي كذا، يجي يمسك الجوال يرسل رساله بالواتساب، ثم يرسل فويس نويت يقول دقيقه، ثم يضحك شوي يعني مع الجوال يقول دقيقه، ثم يقول لي ايوه تقول لي ايش سالفتك، ايوه ايش موضوعك، يعني في استحقار شويه بالاسلوب زي كذا. بعدين قلت له انا عندك فائده ولا ما عندك فائده؟ قال لي لا ما اسمع، يعني لازم انت تروح تفاجر في المكان الجديد. بعد ما خلصت الهرجه هذه، بس ما طول بالسالفه عشان بس الثانيين، انه طلعت الموضوع كله العقد الثاني يتغير يصير 7 شهور بس. فهمت شلون؟ كيف يعني يصير 7 شهور يا فهد؟ انا عقد الاول 5 سنوات. تمام. مدينه الف. تمام وقعت وخلصت. بعدين قالوا لي لمدينه باء، مدينه باء هذه العقد فيها باقي مع الشركه المشغله 7 شهور. تمام. انا ما جيت بالمعلومه الا بعد ما اتخذوا القرار وخلصوا. انت فني ولا اداري يا فهد؟ لا انا فني. فني، فهمت، عشان أيوه. كده انا شكيت في الموضوع لانه واضح انه فني. أيوه. طيب ايوه انا فني. فكل اللعبه هذه كلها علشان في شخص كان بالإدارة باء، راح يودون لإدارة ألف اللي فيها أنا، نباقي بأكثر السنوات لسه. أيوة. طيب خليني أسألك سؤال يا فهد. أول شيء هل العقد مكتوب فيه كتابة كده نصا بأنه العقد له العقد اللي بينكم 7 سنوات؟ لا، العقد اللي بيننا الأول فيها العفو منك ألف 5 سنوات. مكتوب 5 سنوات. نعم. اي هو مكتوب العقد اللي مع الوزاره مع الشركه 5 سنوات. اي شيء طيب. يعني الشركه اللي اقصده بس يعني اخذني على قد عقلي. هل مكتوب نصا 5 سنوات ولا 5 سنوات يجدد تلقائيا كل سنه؟ ايوه يجدد تلقائيا كل سنه. معنى ذلك انه احتمال انه يقدروا يدوك انذار قبلها بشهر او شهرين ويقول لك شكرا. ايوه. طيب هذا دقيقه حبيبي خليك معي. النقطه الثانيه، هل مكتوب نصا تحديد المدينة ولا في أي مما قد تقرر الإدارة؟ مكتوب أنه نصا بنفس المدينة. أعتقد أنه يجب أنك تراجع هذا العنصر، لأنه أغلب العقود الآن، بأنه أنا أعتقد لست على يقين، بأنه بعض أغلب العقود بأنه بما قد تنص عليه مصلحة العمل في نقلك إلى أي مدينة أخرى. ما انتبهت لهذا البند؟ هذا موجود البند انه نفس الشركه المشغله، انا الشركه المشغله اصلا ماسكه 200 بس انه مش المدينه بقى.
طيب عشان بس ما عشان ما نفهم غلط يا فهد الله يحفظك، انا هنا ماني مندوب مكتب العمل تمام، يعني مكتب لا هو الموضوع يا دكتور حبيبي، بس انه مش سالفه اني يعني عندي المشكله هذه، انا قصدي انه يشوف اسلوب المسؤول كيف طريقته، يعني مع واحد يتكلم بموضوع يعني عيشته يعني رزقه الرزق كله، يعني واقف على الموضوع هذا يديك بالاسلوب انه يمسك الجوال باسلوب بس فيه استهزاء شوي من الاستهزاء. تمام يا عيني عليك يا فهد، جبت لي الموضوع اللي ادور عليه. شوف حبيبي الله ايوه فهد. هذا موضوع حبيبي ولا موضوع رزق؟ والله شوف تبي الصراحه يا دكتور اني انا ما اكلت هم ابدا، لانه الرزق بيد رب العالمين، موش بيد المسؤول ولا بيد الشركه هذه ولا بيد شيء. وانا على يقين باذن الله، وانا على يقين كما انت ان شاء الله على يقين بانه سبحان الله العظيم، يعني شوف سبحان الله، كل ما جاني طفل كل ما جاتني رزقه، على قولتهم يجي رزقه معه تمام. فاللي انت الان في عنق الزجاجه اللي انت شايفه يقينا في خير كبير بقدره المولى عز وجل ان شاء الله، وبحسن الظن به انه اكيد فيك في شيء جميل حيجيك بقدره المولى عز وجل. انا ماني قاعد انجم، ولكن انا من خبره، انا قريب الستين يا ابني، فبالتالي كل اللي مر علي انا او غيري انه سبحان الله لما يجي مولود يجي برزقه، هذه كده كلمه معروف. وسالفه معروفه عندنا مثال ايوه بالضبط. عندنا مثال هذا نقول كل مولود معاه، فانت معروف. توكل على المولى عز وجل رزقك بيجيك باذن الله تمام. هذه نقطه الحمد لله دكتور، بخصوص الرزق انا ان شاء الله باذن الله عندي ايمان دافي من صغير أحسنت. انا من صغير وانا ايمان دافي أحسنت. الرزق بيد رب العالمين مش بيد اي انسان يا سلام عليك. نجي احسن نجي للموقف حق هذا الشخص اللي تصرف معك هذا التصرف. شوف يا ابني الدنيا دواره، ولكن خليني أقول لك الدنيا دوارة من فين جات. ما بينك وبين المولى عز وجل هو غفور رحيم، وهذا ليس مدعاه لفعل الذنب، ولكن رب العباد بلطفه ورحمته وعدله وأيضا انتقامه أحيانا، إنه دائما الأمور فيما هو عليه علاقتك به مباشرة ما يكون فيها بشر في الوسط، فهو اللي بينك وبينه غفور رحيم. في أرحم من أمك أو أبوك؟ ما في البشر، لكن رب العباد أرحم بمن قد لا يرحم، يعني سبحان الله العظيم حتى اللي ما عنده رحمة من البشر ربي برضو يرحمه تمام. ليش؟ لأنه رب العباد غفور رحيم. التوبة يا ابني هي اللي تجوب ما قبلها، وبالتالي مهما كان الإنسان قد أجرم في حق نفسه وليس في حق الآخرين، انتبه احنا عندنا مسارين، مسار ما بينك وبين الله ومسار ما بينك وبين العباد. فأنت اليوم لما نخطئ فيما بيننا وبين المولى عز وجل بتوبة نصوحة حقيقية، رب العباد حتى ذلك الكم من السيئات تقلب إلى حسنات وبوعد منه. هذا فيما بينك وبين رب العباد. طيب اللي بينك وبين الناس معلق في رقبتك إلى يوم القيامة، لذلك نحن نخاف الله ونعبده من خلال الحسنى مع الناس. الإحسان يا ابني، الإحسان مع مين؟ الإحسان مع الله. أنت حتقدم إحسان لله؟ حاشا لله، فأنت تقدم إحسان للناس للبشر، فاللي تقدمه من ذلك الأمر الراقي جدا مما قد تقدمه من عمل خير، ما بالك لو أضيف عليه الإحسان، فأنت قد ارتقيت مرحلة. هنا يجي رب العباد ويعطيك حتى يرضيك، يعطيك حتى ليش؟ لك أرضيت عباده مع فارق التشبيه يا فهد، مع شديد احترامي بس اسمعني، مع فارق التشبيه. أنت اليوم والدتك موجودة؟ والدك الوالدة متوفية، الوالدة موجودة الله يديها طول. لو أنت شفت أنه الوالدة راحت، كم عمرها الوالدة الله يحفظها؟ يعني قرابة على 64-65. الله يديها الصحة والعافية. لو أنها راحت مكة وجاء واحد ساعدها، أو أنها في مستشفى وجاء بنت ولا ابن وساعدها، وجاءت قالت لك والله يا ولدي ربي رزقني بواحد سوى فيني وعمل فيني وعمل معايا خير، بالله عليك وش يكون إحساسك؟ جدا جميل، بالعكس أدعي له. يا سلام، رب العباد يا رب العباد مع فارق التشبيه يبغى نفس الأمر يتم عشان تسعد رب العباد من خلال ما تفعله للعباد. اليوم يا ابني في ناس كثر للأسف يربي حسنات يصلي ويصوم ويحرقها بتصرف، يحرقها بلسانه. هذا الشخص ربي يهديه إن شاء الله وينور بصيرته، ندعي له بالهداية، هذا ما ندعي عليه، هذا ندعي له بالهداية إن ربي ينور بصيرته، إنه اليوم حرق حسناته أمام أمر رب العباد ما حيرضاه. ليش؟ لأنه ما دللك، ما أعطاك حقك، هضم حقك. مثل ما هو مع فارق التشبيه، لما تسمع أنه واحد أساء لابنك أو بنتك أو أمك أو أبوك أو حتى زميلك، فأنت ما ترضاها، ما حتكون راضي، هتقول يا أخي كيف هذا سوى كده، يا أخي كيف هذا عمل كده، يا أخي كيف تجرأ يفعل هذا الأمر. رب العباد
يعني الهدف الأساسي هو التشاركية فيما بين الناس بين البشر لجل في الآخر يحسنوا إلى بعضهم البعض. فتأكد يقينا الله يعينه على الشيلة اللي حيشيلها يا فهد، الله يعينه على الشيلة اللي حيشيلها. على فكرة ترى ما حيشوفها في عياله وفي أمه، حيشوفها في نفسه. ترى من بكرة ربما يكبر في السن، ربما الآن قد يكون إنسان، ما أتكلم على هذا الشخص تحديدا ولكن أتكلم بشكل عام، قد يكون هذا الشخص مهان وهو يفرغ هذه الإهانة على الحلقة الأضعف، وهي ليست حلقة أضعف إنما حلقة فيها من الذوق والرفعة والأخلاق ما لا يجعلها أنها ترد على أمثال هكذا تصرفات مع هؤلاء. إذن بالتالي إياك يا فهد اسمع كلامي، لا أنت ولا كل من يسمعنا، إياك أنك تعتقد للحظة بأنه هذا الشخص هضم من مكانتك، بل بالعكس يا ابني والله هو أطر نفسه وجعل من نفسه أمر قبيح في نظر أي عاقل حيشوف هذا الموقف أو يسمعه، صح ولا لا؟ صحيح. ولكن إيش اللي حاصل معك أنت؟ لأن الموقف حاصل معك أنت، فالإيجو تبعك الآن حقتك توجعت من هذا الموقف، ولكن إذا أنت على ثقة بذاتك فهو لا يمثل بالنسبة لك أي أمر ممكن أنه يهدم أو يحطم فيك أي من رفعتك وقمتك وقيمتك أمامه ولا أمام نفسك. إذن هو اللي أهان بنفسه، هو اللي حط نفسه في هذا الموقف المضحك المضحك، وليس الموقف اللي ممكن يغيظ. هو موقف ما يغيظ، هو موقف مضحك. إحنا يبني مهما كان إلا ما يجينا أحد ويتكلم علينا ويسبنا ويشتمنا ويلعننا، إحنا نقول كلمة حق ولا أزكي نفسي على الله. أنا وغيري، أنت عندك تويتر؟ أيوة عندي. شايف اللي بيصير؟ أوه أشياء صراحة. هل هذا نحن يا فهد؟ بكل أسف هذا البعض صراحة، للأسف هذا البعض. هذا البعض يا ابني، لذلك البعض مش الكل أكيد يعني طبعا البعض أكيد يعني، إذن يعني خرجوا عن النص تماما، وصلوا إلى مراحل إبداعية في حرق الحسنات، إبداع في حرق الحسنات. هل هؤلاء معقولة ما عندهم أي فكرة كيف يتشاركوا مع المولى عز وجل ويحافظوا على هالحسنات اللي قاعدين يحرقوها بألسنتهم وأيديهم ومن بكرة في الدرك الأسفل من النار بألسنتهم؟ معقولة ما أفهم القرآن، ما أفهم الآيات؟ هل يعقل أني أفضل أطارد إنسان وأشهر به وأنشر عنه؟ هل يعقل أني أنا أسب وأشتم وألعن كل من هم حولي لما ما يكون الأمر بالنسبة لي جاء على كيفي أنا؟ هل يعقل وهل يعقل وهل يعقل؟ المشكلة يا ابني انهم كبار سن للبعض منهم 40 و50 و60 واكثر، وتجد ان هو مشكلة كبير بالسن. نعم يعني وحتى الصغار ما طلبت حاجة، وحتى الصغار انا طلبت. وش انا الحين جيت عندي مشكلتين، مشكلة الاولى الظلم اللي صار، انا ابي الانصاف منه. المشكلة الثانية اللي صراحة اللي شفت المشكلة الاولى سهلة بالنسبة للمشكلة الثانية، المشكلة الثانية اللي هي عدم الاحترام. أبدا هو عدم الاحترام لذاته يا فهد، وليس عدم الاحترام في حقك أنت. لا 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 عدم لا صحيح كلامك، نقطة مهمة جدا، عدم احترام في ذاته. لأنه يعني الشخص إذا دخل مهما كان الشخص سواء منصب ولا أي شخص، إنسان بالنهاية شاك دخل عليك إنسان تسمع منه كامل كلام، إذا خلص بعدين صار عندك شغل عندك هذا طلبك أنت فهد، هذا طلبك أنت وتوقعك أنت واعتقادك أنت، ولكن مو شرط انك انت تستلم هذا الامر من الاخرين، مو شرط. اذا ما استلمته من الاخرين تنقهر؟ ما انا عندي بنات ونساء ورجال يا كثرهم بالالاف ما اعطوني احترامي، ما اعطاني قيمتي، ما اعطى مين هز قيمتك واحترامك؟ انت من تحسس في هذا الامر؟ لا يا دكتور معليش، هو كان واضح انه هو بيهيني، كانت الكلمات واضحه. معليش، ما هو انا اللي اجعل من هذا الامر ممكن يكون قضيه في صدري؟ أحبتي لازم نتنبه يا فهد بأنه ترى كثير من أمور الحياة تحتاج إلى ذكاء، عشان تعيش بذكاء لا تجعل من هؤلاء من قد يثنونك عن أنك تتشكك في نفسك أو تغضب أو تزعل. وللأسف هذا الأمر اللي بيصير في الشوارع اليوم، أي أحد يجي يحد على واحد بسيارة معناته أنه هذا بيهيني، أقوم أنا أصف عليه وأطلع رصيف وأنزل أفقع وجهه، وهذا اللي بيحصل من قبل البعض. هذا إنسان للأسف غير واثق في ذاته، غير واثق في ذاته. الله لا يبلانا ان احنا نكون في هذا المواقف، وان شاء الله لن نكون، لانه عندنا عقل يفكر في التبعات. اليوم يا فهد حبيبي الله يحفظك، هذا الشخص اساء لنفسه، وهذا كلام ليس كلام منمق عشان اصبرك وامشي لك الامور، لا. ارتقي انت وكل من يسمعنا، اي اهانه تجيك ابتسم. يا اخي انت معقوله تقول الكلام ده؟ والله يا احبتي والله
إن أنا من سنوات طويلة جدا ليس ضعف من فضل الله، ليس إنما حكمة، لأنه لو فقعت وجهه حدخل السجن، ولو فقع وجهي حدخل المستشفى، وبالتالي في كل الحالتين أنا خسران. عموما حبيبي تجاوز الأمر، وبالنسبة لك أنت إن شاء الله مرزوق بقدرة مولى عز وجل، ولعله من خير إلى خير. راجع النصوص اللي موجودة في العقد، تمام؟ أما فيما يخص أنه هو يفيدك ولا ما يفيدك، فتذكر كلمة دائما أنت كل من اسمعنا، وما هو إلا سبب، وما هو إلا سبب، والسبب هذا ليس الأمر اللي يعتد به، لأنه في الآخر هو مجرد سبب. كان ممكن يكسب الأجر بيقول لك كلمة طيبة، وكان ممكن أنه هو ما يفعل ولا شيء، على قال إن هو حافظ على ماء وجهه، وللأسف هو طرح هذا الفكر القبيح من قبله، وبالتالي أنت ابتسم قول يا الله هذا هو فلان، الحمد لله نعرفته، وارمي ورا ظهرك وحتشوف غيره وحتشوف غيره وحتشوف غيره وحتشوف غيره، وهكذا هي الحياة، وهكذا هم البشر. تمام يا فهد؟ تمام الله يجزاك خير. وياك يا حبيبنا، حفظك الله. طيب يا حبايبي هناخد فاصل ونرجع لكم. قبل ما نطلع الفاصل أعطيكم رقم الاتصال 012-616-1100 012-616-1100، فاصل ونرجع لكم. فضفضة مع الدكتور هاني الغامدي. أهلا وسهلا بكم، أكرر لكم الرقم مرة ثانية للتذكير 012-616-1100. طيب يا حبايبي، حتة النظيف واللي مش نظيف للأسف إنها أحيانا تنتقل هذه العدوى، وبكل أسف طبعا، إلى داخل بيت الزوجية، ويفضل أحد الطرفين يتشكك في الآخر، ليس يتشكك أخلاقيا، ربما يكون هناك تشكك أخلاقي، ولكن يتشكك في أنه هذا الشخص اللي قدامه يقصد معاني هي ما هي موجودة في راسي أصلا. أنا بتكلم بنيتي، طرف الثاني بيفهمني غلط، مرة على مرة على مرة، إلى أن نصل إلى المصادمة، وقد نصل إلى الفرقة بسبب هذه الظنون في عدم فهم الكودات في رؤوس بعضنا البعض. طيب في معنا على الخط، أهلا بك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك إيش الله يحفظك؟ اسمي حسام. حياك الله يا حسام، كم العمر؟ عمري 22. حياك الله يا ابني، تفضل. الله يسعدك دكتور هاني. أنا عندي تحدي صراحة في مسألة الانضباط والالتزام. تمام. وهو يعني عادة من الطرف الآخر. لا ما فهمتك. طيب أنا أعطيك مثال. تفضل. مثلا كان عندنا لقاء قريب أنا وأحد الزملاء، فأنا عندي مبدأ أنه الواحد لو جاء على الوقت، نفترض مثلا اجتماعنا الساعة 10، تمام، فلو الواحد جاء الساعة 10 يعتبر متأخر، بينما لو جاء قبل 10 بعشر دقائق ربع ساعة هو يعتبر هذا على الوقت. فأنا عاني لما الأشخاص يعني يتأخرون وما عندهم مبرر، ما يعتذرون. والله حتتعب كثير يا ابني، مو حتت... خصوصا يعني مو... لو غاب مو حتت... مو حتتعبوا بس ده، انت حتفرقع يا راجل إذا ما كنت تعيد المعيار في هذا الأمر. أنا ما أقول أنه أنت العفو منك تفلت الأمور، وأنه عادي والله موعدي معك 10 أجيك 10 ربع فعادي تبتسم، لا، لكن لا تجعل من صدرك يتحمل هكذا موقف. طبعا إحنا عندنا التزامات أساسية، وما أجمل ذلك الشخص اللي يجيني قبل الموعد بنص ساعة ولا بربع ساعة، ما أجمله. أقول لك على حاجة ما تقول لأحد، أنا يعتبروني معقد، أنا اللي أكلمك الآن يعتبروني معقد. ليش؟ والله 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 ما في اجتماع أو موعد ما أجي قبله بساعة إلى نص ساعة وأقعد في سيارتي، ما شاء الله، والله العظيم. يعني ما والموعد اللي أشوف فيه أنه أنا مستحيل مستحيل، يعني ما يمكن ما أتذكرها، يمكن حصلت لكن أنا ما أتذكرها، أنه أنا ممكن أكون في موعد الساعة 7 أنا 6:30 موجود، الساعة 9 أنا 8:30 8:15 أنا موجود، قبلها بساعة ساعة إلا ربع نص ساعة أمشي برواقة، أوصل بهدوء، أطلع المكان اللي أنا فيه عشان يكون عندي رسوخ ويكون عندي ترتيب أفكار. لكن الناس البعض منهم ما يعرف الكلام هذا يا حسام، هو يعتبر نفسه الأمر عادي. بعدين يا أخي أنت إيش بك مضيقها علينا؟ يعني إيه لو تأخرت ربع ساعة؟ يعني إيش فيها الدنيا طارت؟ وهذه هي الإجابات اللي بتجيك؟ صحيح والله، للأسف. للأسف.
فأنت حبيبي الله يحفظك، جميل أنك أنت معتد بهذه القيمة الراقية العالية، لكن لا تترصد لها، لأنه هتلاقيها من كثير من الأشخاص، كثير من الأشخاص، وخصوصا لما تكبر، أنت عمرك صغير الله يحفظك 22 سنة، وجميل أنك أنت تحمل هذه القيمة في صدرك، مرة جميل، لا قوة إلا بالله، ما أجملك يا حسام. لكن انتبه أنك أنت تجعلها أمر مؤرق لك، إيجابي هو نعم، ولكن قد ينقلب عليك بالسلب، أنك تفضل دائما أنك تحكم على الشخص من خلال تأخره أو تقدمه. إذن بالتالي صح جميل، حط له تك كده، حط له علامة صح جنب اسمه، لكن لا يكون هو الأمر الفاصل في أنك أنت تستفز منه، تتعامل معه أو تتوقف عن تشاركيته. ليش؟ لأنه والله هذا الشخص بكل أسف يتأخر ربع ساعة أو نص ساعة أو خلافه. يعني جميل ما زلت أكرر هذا الأمر، ليت اللي كل يسمعنا إن هم يعتدوا بهذا الأمر، لأنه قيمة عالية ولها مدلولات كثيرة وطويلة الشرح، لكن لا تخليها معول هدم فيك، اجعلها معول بناء فيك. أنت لما تروح موعدك روح، أنا أعرف أنك أنت حتروح قبلها بنص ساعة بساعة بقلب أكثر، مو مشكلة، جميل أنت يا حسام، لكن اللي يعتد اللي يجي يتواعد معك أنت، لأنك بكرة حتصير موظف، بكرة حتصير مدير إن شاء الله، بكرة حتكون مسؤول في بيت، بكرة حتربي أولاد، فالقيمة هذه الجميلة لا تخليها هي الفاصل. ليش؟ لأنه بيني وبينك حتواجهها كثير، لكن الآن أنا حفرت وجعلتها في رؤوس، أقول لك لا تقول لي رؤوس الآخرين ولا صدور الآخرين، الآخرين الآخرون ترى ما حيعتدوا بيها، وكل شوية حيدوك عذر يخليك تفرقع، فلا تخليها هي المقياس، لا تترصد لها. جميل أن تطبقها، جميل أن تحترم الشخص اللي يطبقها، ولكن لا تخسر الأشخاص وتحكم عليهم من خلال هذا الأمر، لأنه أمر متكاثر متكرر، وبكل أسف طبعا إحنا بنقول الكلام ده. لذلك على قولتهم ادي له نظرة، ادي له كلمة، ولكن غلفها بالابتسامة دائما، خصوصا لما أشوفك حبيبي حسام وانت مشرف أو مدير أو مسؤول، وبالتالي لا تصطدم مع الناس من خلال هذه القيمة، لا يعني تخليك عنها أبدا، خليك زي ما أنت، اعتد بها، وأنا أعرف أنك أنت ما حتتغير، وبالتالي أمور مثل دي جميل أنها تكون من ضمن مكوناتك. الله يبارك لك ويفتح عليك ويسر أمرك. جزاك الله خير دكتور. وياك حبيبي، أهلا وسهلا بك. طيب في معانا اتصال على الهواء أيضا، تفضل، أهلا بك. السلام عليكم. أنت على الهواء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اسمك إيش؟ الله يسعد مساك يا جميع، أنت فريق العمل يا دكتور، الله يجزاك خير. فريق العمل مسكين عمر اللي قاعد معانا، ما في إلا أنا وهو. الله أكبر، أقول لكم فيكم الخير والبركة. آمين، الخير والبركة في كل من يسمعنا إن شاء الله حبيبي. اسمك إيش قلت؟ الله يسلمك. اسمك إيش؟ معك أحمد الهاشمي. حياك الله يا أحمد، كم العمر؟ العمر ذا 37. ما شاء الله، حياك الله، لو فرقت سنة كان قلت لك يا ابني، دحين أقول لك يا أخوي. الله يرحمه ويعافيك. تفضل حبيبي. الله يجزيك فضلك يا دكتور. الله يعافيك، انا متزوج من قرابة تقريبا 10 سنوات. ما شاء الله تبارك الله. وعندي ابن الله يحفظ عيالك ويا رب عمره 10 سنوات. ما شاء الله، انا حفيدي عمره 10 سنوات. الله يخلي لكم. امين ولك حبيبي. دكتور انا يعني صار خلاف بيني وبين الزوجة عندي، تمام، الأخيرة، تمام. طبعا هي تراكمات، يعني كان المقصود الشد الفكرة الشديدة خصوصا الابن تعرف كان موضوع الصلاة وسوء التغذية، تمام، من قبل الأم، من قبل الأم، نعم، سوء طيب. التغذية جدا من قبل. طيب وانت فين دورك يا أحمد كان؟ أكيد الدور موجود، أما أكون أنا موجود الولد ما شاء الله بيحافظ على الصلاة وشيء وزي كده. الموضوع ما فيه، هي بس أغلب وقتها مش أغلب وظيفة، هي معلمة، تمام و أعطيتها فرصة على أساس أنه يعني هو الضغط عليها عفوي، ما هو يعني تقول أنه متعمد التقصير أو زي كده، لا. فقلت لها ايش رايك تستغني عن الوظيفه مؤقتا. انت سعوديين يا احمد؟ الو، اقول لك انت سعوديين؟ ايوه تمام. طيب ايوه، فعلى اساس انه الموضوع ان قلت لها ما تستغني عن الوظيفه على اساس انه تتفرغ للابن، يعني كانت نية. دقيقه احمد، خلينا ناخذها بالمنطق حبيبي. احمد سامعني، اساعدك في شرط الجزاء. احمد
أحمد سامعني؟ ألو سامعني؟ أيوة أسمعك أسمعك. طيب اسمعني الله يحفظك. الولد بيروح المدرسة، قد إيه عمر الولد الله يحفظه؟ الولد تقريبا عمره 9 سنوات أو 10 سنوات. بيروح المدرسة من الساعة كم للساعة كم؟ تقريبا من 6 الصباح نفس توقيت الابتدائي يعني. لين الساعة 2 تقريبا. وهي وظيفتها من الساعة كم للساعة كم؟ والله معلمة هي، هتخلص الساعة 2 نفس التوقيت تقريبا. تمام. طيب ايش له علاقة انها تبطل من وظيفتها عشان تنتبه للولد؟ حتنتبه له فين هو في المدرسة اصلا يا احمد؟ انا ما اتكلم كذا دكتور، اتكلم في وضع البيت الان. الموضوع ما هو في الموضوع الان، كان مجرد نقاش. انا ما وضحت لك دكتور، كان مجرد نقاش يا دكتور على اساس انه بس يعني تخلي الوظيفة وزي كذا. وانت دقيقة يا احمد حبيبي الله يحفظك، لا تقول لي كلامي عفرتني، انت عفرتها. كيف تبغاني ابطل؟ دقيقة يا احمد حبيبي، انت لازم تحط نفسك في مكان الاخر. انت شوف قبل ما تكمل موضوعك، انا عارف ان موضوعك لسه له كمان تكملة، بس خلينا ناخذ البدايات. ما نبغى نقول، ما تزعل، ما تزعل مني، ما نبغى نقول بداية. انا كنت اخذ من وقتكم واختصر لكم الموضوع. لا يا حبيبي خذ وقتك، ان شاء الله للساعة 12 ما عندك مشكلة. الله لكن يجب. لكن اللي انت بتقوله، بتقول كلام مستفز. تبغاني ابطل من الوظيفة، انا بتكلم بلسان حال الزوجة، تمام؟ تبغاني ابطل من الوظيفة اللي الولد اصلا قاعد في المدرسة فيها، وتبغاني ابطل من وظيفتي؟ ليش؟ ما لها منطق. فانت بتطلب طلب not applicable، ما يركب مع الوضع. فبداية القصيدة كفر، صح ولا لا؟ نعم صحيح يا دكتور، كان مجرد نقاش فقط. ايوه حبيبي معليش يا احمد، انت احنا ما نقول كلام يدلل على انه انا ماني فاهم الوضع، وانه العملية عمل، انه انا بالنسبة لي انا كزوجة الان، انا احط نفسي مكانها. انت بتطلب مني طلب ما يركب على الموضوع، ما له علاقة بالموضوع. أيه. فأنت بالتالي يا بتعاندني، يا تبى تستفزني، يا تبى تضغط علي. ما هو هذا المفهوم حقي أنا اللي حفهمه منك، لأنك أنت بتقول لي كلام غير منطقي. الولد في المدرسة وأنا برجع الساعة 2، الولد يرجع الساعة 2، فأنت بتقول لي أقعدي في البيت عشان تربي الولد. يا سلام، كيف إيش له علاقة تربية الولد وأصلا إحنا الاثنين بنجي الساعة 2، صح ولا لا يا أحمد؟ هي ويا نعم. تمام. أتكلم أنا أكون خارج المدينة فترة العمل. طيب. يعني أجي خلال ساعات متأخر بحكم ضغط العمل وكذا، ما في نفس المدينة. تمام. كذا، فكان مجرد فترة نقاش على أساس نشوف حل من ناحية تزيد الساعات اللي عندها، تفرغ للابن من ناحية دراسة الصلاة والأمور الدينية. أحمد حبيبي. الابن في المدرسة يا ابني، ما ينفع انه انا بطل. يعني تطلب طلب ما له علاقة. طيب غير موضوع الوظيفة، وصلت ليش؟ هرجع الدكتور، انه انا تأثرت جدا لما صلاة الجمعة التبكير قبل نص ساعة. الابن ما يجلس 10 دقائق يقول لي يلا يا بابا يلا بنقوم. نقوم فين؟ من المسجد؟ يعني يقول لي يا بابا خلاص يلا، يعني انه الخطيب لسه منتظرين الخطيب يخش، يقول يلا بابا نمشي. والله هذا دورك انت، هذا ما هو دور الام. هذا أيوة. هذا شغلك انت، المعايره في الحته دي هذه انا الومك فيها، هذا شغلك انت يا احمد تماما. الام مره ما لها علاقه في الموضوع. ايوه. والصلاه أنا... والصلاه حقت الجمعه صلاه متفرده، ما لها علاقه بالصلوات الخمس، يعني لها اسلوب وطريقه واليه مختلفه عن الصلوات الثانيه. فهل انت ربطت شيء بشيء؟ انا فاهم قصدك، ترى عارف اللي في راسك، انه عشان هي ما كانت تشجعه على الصلوات الخمس حقت الايام العاديه، فالولد تأثر وما صار عنده قيمة عالية للصلاة، بدليل أنه لما يروح الجمعة ما يبغى يقعد في المسجد. مزبوط؟ بالضبط. أينو عارف والله عارف، بس هذا الأمر ما له علاقة. للأسف زي ما قلت، كنت أتكلم الله يحفظكم موضوع النية، من النية أنا كانت النية عندي الموضوع زي كذا بس نقاش. هي اضطرت خرجت من البيت وراحت لبيت أهلها. عفرتها يا أحمد. ما تزعل. أيوه. ما تزعل مني؟ ايوه. انا بالعكس. ما تزعل مني، عفرتها يا احمد. العفو حبيبي، عفرتها حقيقه، عفرتها. ليش؟ لانك بتطلب، انا عارف حبيبي نيتك الطيبه، والله اعلم يقينا بلطفك وقيمتك الجميله والامور اللي في جوا صدرك ومخافه الله في هذه الرعيه، لكن طلباتك ما بتركب يا احمد، ما لها علاقه بالواقع. فهي في الاخر اصبحت تعاني من الاسقاطات اللي انت بتسقطها عليها، اللي ما هي فرقعت فراحت بيت أهلها، ولا في سبب ثاني غير اللي أنت ذكرته؟ لا يعني كان موضوع، يعني ممكن أشياء تحفظات حسب ما كانت عندها هي، ممكن زي ما قلتها. طيب هي الموضوع وصل للمحكمة.
تمام. هي رفعت قضية فسخ نكاح تمام، ودخلوا المصلحين وعرضت أنا طبعا. وصلتوا لإيش؟ قدمت جميع الاحتمال، دخلت ناس حاولوا يصلحوا من الأهل والأقارب للأسف يعني زي ما يقولون واخذني على الكلمة دم يكحلوا بعض الناس أكيد الله يهديهم والبعض طبعا. أيوة نعم. طيب وصلتوا لإيش أحمد؟ ايوه فانحفظت قضيه ردت الدعوه حق فسخ النكاح عليهم. انا رفضت الفسخ، قلت له في كل بيت في شيخ في خلافات. الان رفعت حضانه هي واخذت حضانه الولد. لا دحين ردت القضيه، هي الان فسخت نكاح ولا ردت القضيه؟ ردت الدعوه عليها لان هي اسمه كان في موضوع اللي يسمونه رد المهر او نص المهر والامور هذه المهر. طيب هي ما زالت على ذمتك اليوم؟ هي الان ما زالت عندي مثل الكلام كثير من 8 شهور. طيب وهي ردت الدعوه يا دكتور وصارف على الدعوه. طبعا هي شكلت محاميه ما كانت تحضر نهائيا الجلسات او شبه نهائي ما تحضر. فجاءت المحامي في حضانه وقدم دعوه حضانه وانا يعني صراحه جيت ادرسها دكتور، شفت الحضانه ان هي انسب لها وما قدمت اعتراض. طيب الان باقي لنا اخر جلسه، قدمت فيها جلسه خل تمام. جلسه الخل طبعا في كل جلسه انا بستشعر يعني الندم وزي كذا، بيصير في بكاء منها ولا منك؟ مني انا، هي ما تحضر. طيب هي نادرا ما تحضر الجلسات، حضرت جلسه واحده وزي ما يقولون كبت العشاء حق العشر سنوات. انا دكتور استحضرت الطفل عندي انه يكون بيني وبينها افضل من يكون عندها هي واهلها وزي كذا، كفطريه اب يعني الله يحفظ عيالك واحفادك. ايوه فاستشعرت، فكان بكائي شبه تقريبا طوال 8 شهور. طيب كل جلسه معليش احمد لانه احنا مضطرين نطلع احمد مضطرين نطلع لفاصل الله يحفظك، فديني بس وصلتوا لايش انتوا اليوم؟ الان منتظرين جلسه الخلع القادمه على اساس هي تحضر، لان الجلسه الماضيه الخلع ما حضرت هي. طيب وصلتوا لايش؟ المحامي جلسه الخلع القادمه هي تقرر. جلسه الخلع الماضيه عفوا انا قدمت اني رفضت المهر ورفضت كامل الذهب ورفضت كل شيء اطلبها هي، وان شاء الله الامور ترجع وتتصحح الاخطاء وزي كل بيت في خلاف وزي كذا، وتأجلت باقينا لجلسة يعني وربنا ينهي الأمور على خير. طيب أنت صادق يا أحمد إن شاء الله في كلامك صحيح؟ نعم. هل في أمر آخر أنت ما ذكرته عشان الهوى؟ بخصوص إيش قصدك؟ بمعنى إنه الآن في تحفظات هي. لا 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 أنا أسأل، هل في أمر آخر غير المعناصر اللي أنت ذكرتها واللي على أساسها هي رفعت الخلع وفسخ النكاح؟ هل في عنصر آخر أنت محرج تقوله على الهوى؟ ممكن تقول زي كذا. طيب عارف حساباتي؟ لا والله للأسف. طيب على تويتر تمام تكتب ولا تحفظ؟ والله الأفضل أكتب. طيب عموما على السريع @dr underscore، عارف underscore؟ دقيقة. عارف underscore؟ أيوة خلاص dr underscore هاني underscore غامدي، هذا على تويتر. وعلى السناب موجود عندك اللي هو هاني الغامدي مع بعض. وعموما انا بيطلع السناب حقي في كل مكان تمام. اتواصل معايا الله يحفظك. عندي راسلك في الخاص حق السناب. ما في مشكله حبيبي، انا لك ولغيرك تمام. فاتواصل معايا ولعله خير. الله يطول عمرك وياك حبيبي الله يحفظك. اهلا وسهلا بك. طيب حبايبي اذكركم بالرقم قبل ما نطلع الفاصل 012-616-1100 فاصل ونرجع لكم. فضفضة مع الدكتور هاني الغامدي. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك أنت على الهواء، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك دكتور؟ الله يحييك. اسمك إيش؟ بيان عشيري. بيان قد إيه عمرك يا بيان؟ 32. حياك الله يا بنتي، تفضلي. أنا أعاني صراحة من رئيسة العمل عندنا. تعاني دقيقة تعاني منها؟ أعاني جدا. يا ساتر، الدين المعاناة هذه يا بنتي تفضل. يعني أنا من الناس اللي أضايق من الصوت العالي. طيب ما أحب أحد يأمرني بصوت عالي أو بطريقة أو إنه يتصيد لي الأخطاء. طب دحين أنت ليه بتزعق علي وأنت تكلميني؟
بأشرح لك قديش معنا. طب ما أنت بتزعجي هو بصوت عالي. بأشرح لك. أيوة وأنا عارف، بس أنت الآن بتزعجي علي جالسة، أنت بتكلميني بصوت عالي. فهمتي ولا ما فهمتي؟ فهمت. بمعنى إيش؟ إيش المعنى اللي أنا أقصده؟ يعني يمكن انا طريقتي غلط. مو طريقتي غلط يا بنتي، كل واحد له ستاندره، لا تخلي الاخرين يدخلوا الى دوائرك وينجزوكي يجننوكي. صح. لانه الاخرين لهم ستاندرهم، سواء كان الفاظهم او كلماتهم او نبره صوتهم او اسلوبهم او الى اخره. ليش انا اخلي الاخر ابغاه على كيفي برسمتي انا، ابغاه برسمتي انا؟ لا، برسمتك انت عمره ما حد حيجيكي، لا زوج ولا اب، حتى ابنائك. انت متزوجه يا بنتي ولا لسه؟ منفصلة وعندي اثنان. طيب أبنائك هذول على رسمتك؟ لا. كم أعمارهم الله يحفظهم؟ 12 سنة و8. تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لك فيهم. هل هم على رسمتك يا بنتي يا بيان؟ لا طبعا. ليش بيسووا فيك الجنان كله؟ اي والله. وانت بتربي وانت أمهم وانت بتفرضي وانت اللي بتصرفي وانت اللي بتدلعي وانت اللي بتاكلي على راسك. صح؟ صحيح. إذن يا بنتي في الآخر كل واحد له رسمته. أديني غير موضوع درجة الأذية. ماشي ماشي، أديني بعد الزعاق إيش عنده غير الصريخ والزعاق والصوت العالي؟ هاتي. مستقعدت لي. يعني إيه مستقعدت لي؟ كم موظفة أنتو؟ إحنا أنا السعودية الوحيدة، الباقي كلهم أجانب. كم العدد؟ 9. وهي إيش جنسيتها؟ هي سعودية. طيب يعني سعودية في رأس سعودية، غيره إيش بتسوي فيكي؟ تحاول دور أخطائي، ما تذكر إنه أنا لي اكسبيرينس 8 سنين. يعني وهي لها قد ايه في العمل؟ 11 سنة. حلو، الباقين بياكلوها تفاح كل يوم، وانت قعدت لها في اي حركة راسي براسك، انت سعودية، انت رسمية وانا رسمية، انت صح مشرفة لكن الحق حق، اما الباقين بيسلكوا لها. صح؟ صحيح. شكرا، اللي بعده. اللي بعده لدرجة من كثر ما انها يعني صارت انه تلفت الرؤساء اللي اكبر منها انه على الاخطاء البسيطه اللي لا تذكر. يعني انت ما بتشوفي انتظامي في العمل، ما بتشوفي قد ايش انا اشتغل. المهم انا طلبت نقل. رئيسنا بقسم كامل نقلني في المكان الثاني اللي مو هي تكون رئيسه فيه. تمام. فصارت هي لها علاقه مع الناس الثانيين. ف تحس الاستقعاد انه صارت العين علي زيادة. المكان الثاني صار اوسع واكبر. فتحس الاستقعاد علي مرة بزيادة، انا اتضايقت، واصلا كان اوقات الدوام جدا ما هي مناسبتني. اديني دلائل الاستقعاد. دلائل الاستقعاد في عملي الاخطاء، يعني مثلا خطأ، طب اقول لك فضل. اتأخرت مثلا عن الدوام دحين 7. اتأخرت عن الدوام 10 دقائق. هي لازم تكتب ورقة وليتها على ورقة، أنا يتخصم من راتبي صح؟ حسب نظام مكتب العمل لك ربع ساعة. صح. طيب ليش تعلي صوتك بالطريقة اللي أنا ما يعجبني؟ طبعا عشان بس خليني أوضح لك حاجة، هذا الكلام اللي أنا أتذكره، لا يكونوا غيروها بعدين يقولوا دكتور هاني قاعد يفتي. يضحك عمر جالس، لا تكون تتأخر يا عمر أنت على الدوام. طيب تفضل يا بنتي وبعدين. بس يعني الزعيق على كل حاجه، حتى اشياء مثلا بتسويها. دقيقه يا بيان، حتى عند السوبرفايزر الثانيه برضه زعيق؟ لا طبعا. ها ما خلاص هذيك انت فكيتي منها السوبرفايزر؟ لا ما في زعيق. لا لا لا، يعني الادميه رقم الف اللي كانت تصرخ وصوت عالي انفكيتي منها، نقلتي الى قسم اخر انت. ايوه مزبوط. صارت اوقات الدوام مختلفه، يعني ايوه بس ايش بيان عشان ما تلخبطينا وتلخبط المستمعين. ايش لك علاقه بالادميه الف؟ الادميه الف خلصنا منها. راحت في حالها. ايوه. طيب وانت قاعده لحد الان حاطه في قلبك ولسه قاعده تحكي حكايتها؟ طيب لا، المشكله اني انا راجعه عندها بكره. ايوه. ومن اعمالكم صلت عليكم. استغفر الله العظيم التواب الرحيم. طيب هيا اسمع، انا ما عارفه كيف بتعامل معها لانه ما يناسبني اي مكان، انا احب عملي في ذا المكان. طيب شوفي يا بنتي الله يحفظك، اذا ما كنت ذكيه فوالله حتغسل الجولات على طول الخط، من ابنك، من اي من كان، من حولك، من زميله عمل، من اي من كان.
الأمر يحتاج إلى ذكاء. الذكاء يقول أنا ما أقول في فرق كبير بين النفاق وبين الذكاء. في ذكاء طالما أنت هتقعدي لي وحتحاولي قدر المستطاع أنك توريني أخطائي وإنه أنا ما في راسي وإنه أنا ما أعرف أدير وإنه أنا ماني سوبر فاز اللي هي كلمتي عند البعض عند البعض حقعد لك. آخر مرة جبتي فطور متى؟ أنا على طول أجيب فطور. وتأكليها معاكم ولا لا؟ وأكلها معانا. وعايشة مرة صاحبتي ترى بس إنه لما والله دقيقة والله يا بيان والله والله كنت بدي أقول لك دي كانت في يوم ما قريبة منك جدا. إذن في عندنا حلقة مفقودة يا بنتي، في حلقة مفقودة في النص، في حاجة غلط حصلت. يا إما هي بذكائها أو ربما بغبائها استشعرت بأنك أنت you are taking an advantage، يعني أنت كنت بتستغلي صداقتها في فهمها هي، وربما أنت بدون ما تقصدي استغليتي صداقتك معها واختلف الأمر ما بين صديقة وأنت موظفة وأنا مسؤولة عنك فتلخبطت الأدوار. ترى على فكرة الكلام اللي أنت بتقوليه 90% من المشاكل اللي موجودة في المنظمات ترى هي بنفس السبب، نكون حبايب وطيبين وزبلاء عمل وإلى آخره، فجأة واحد يستشعر كده استشعار غريب كده ربما بقصد ربما من غير قصد بأنه ترى الشخص اللي قدامي ده ما بيديني احترامي، أنا عاملة فيها مش عارف مين هانم، لكن لما معاه تكلمني عادي، فالآخرين انت بتحرجيني قدامه وأنا أبغى أسوي المنظر أبغى أسوي الحركة أبغى أسوي الشكل وانت اخذ علي بتدعسي لي كل البناء اللي انا ببنيه قدام الاخرين، مش ده اللي حصل يا بيان؟ صحيح. اذا رجعي لها القيمه حقتها حتى لو بالتمثيل، انت وانت موجوده معاها يا بنت والله العظيم اسمعيني بس وانت مع استمري استمري. انتم كنتوا صاحبات كنتوا تزوروا بعض برا الدوام ولا ما كان في طيب نعم. اقعدي معاها يا بنتي بكره أقعد يقول لي شوف أنا ترى مرة فرحانة أنا رجعت لك ومرة فرحانة صراحة ومرة حقيقة من كل شوية كلام حلو ما تعرف تقول كلمتين ما عادني قادر من كثر اللي سوته معليش معليش يا بنتي انسي اللي فات انسي اللي فات. اليوم أنت عندك موقف جديد منعطف جديد محطة جديدة حتى لو ما كان الأمر من بدايتها على الأقل في أول يومين أنا والله سعيد أن رجعت حقيقة والله وحشتيني والله العظيم أيامك مرة كانت حلوة صح إحنا اختلفنا في بعض الأمور لكن والله صراحة والله هنا بصراحة أنا أرتاح وأرتاح عشان وجودك أنت كلمتين ما تعرف تقوليهم إذن ضبطي أمورك ترى بالفرقة بقول لك نقطة تفضلي أحس إنه ما عاد أقدر أغفر ما عاد أقدر أسامح أحد الله يعينك الله يعينك على حالك أقول لك حاجة أنت اللي شايل صدرك والله يعينك على حالك والله ما حد شايل هم صدرك ده ولا هو داري إيش اللي فيه أنت اللي شايل جوة صدرك وتقعد تحيدي وتزيدي وتكرري وتلتي وتعجني وهذولك نايمين في العسل ولا هم جايبين خبرك رميت لك الكلمة رميت لك التصرف وانحرقي أنت لوحدك خليك تقعد تعيدي وتزيدي في المطمو هذا اللي بيحصل مع الناس اللي ما يعرفوا كيف يعيشوا بذكاء لازم نعيش بذكاء الذكاء على فكرة البعض يتهمني أنا بأنه أنا إنسان غير واقعي وأنه أنا لا 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 أنا إنسان واقعي وإنسان عايش بهذه الطريقة وعلى فكرة مش أنا الوحدي إحنا شريحة عريضة جدا ما بدنا نقول من الأذكياء ولكن من الحكماء ربما اللي إحنا عارفين كيف ندير أمورنا مع البشر إذن بالتالي الأمر يحتاج إلى ذكاء اليوم يا بنتي الله يحفظك لما أنت تلاقي أنه في زمن قبل مش عارف 40 سنة ستي كانت تقول يا ولدي بيضة ما تداقر حجر عارفة إيش يعني؟ يعني البيضة ما تتناطح مع حجر مين حيخسر البيضة حتنكسر طيب البيضة هذه الذكية ما تداقر حجر ما تروح تناطح الحجر ليه لأنه عارفة قديش هي فرجايل قديش هي ممكن تنكسر فيا بنتي لازم نقيس الأمور ونعرف إنه إحنا كيف نتلون يا لهوي نتلون نعم من الذكاء بأنه إحنا نتلون لأنه لكل مقام مقال من الذكاء جدا إنه إحنا نعطي الأمر حقه لما نكون في عمل غير لما نكون مع صاحباتي ولا مع يعني أنت كبنت أو أنا مع أصحابي لما نكون أمام أبويا أو أمي ما هو زي لما أكون مع زملائي لما نكون في الشارع مو زي لما أكون في بيتي فنحن نتلون حسب المكان هذا من الذكاء من الفطانة اليوم يجب أنك أنت تتلوني التلون المبارك الطيب وليس التلون اللي فيه نفاق أو فيه استغلال أو فيه أمر ممكن أنك أنت بتلف ودور عشان تستغل لي أمر معين أبدا إنما
تتلوني حسب المقام. هذه الإدمية لها مقامها بغض النظر أنت صاحبتي أنت صديقتي كنا زميلات مش عارف مين زمان كنا علاقتنا حميمية وجميلة. اليوم هي سوبرفايزر هي مسؤولة يجب أنك أنت تعطيها جوها. الذكاء أنه نعطيها جوها حتى في الغلط مثلا. لا في الغلط إذا كان في غلط في عمل فهذا ما يجوز هذا لا يجوز صح؟ إذن في أمور حتى لو كان في تخطي لحدود معينة في العمل نلفت النظر بابتسامة وليس نلفت النظر وكأننا جبنا الديب من ديله هذا ما يصير ويخالف القانون وهذا ما أدري الشيء. لا 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 روقي اهدي. ما هو المدير فارق كبير ما بين مدير وقائد. القائد حتى لو أخطأ يتقبل أنه يكون في بينه وبين الفريق تبعه إذا كان كون فريق من أصله. فبالتالي أنت اليوم ضمن الفريق وأبغى أخليك ضمن الفريق بس للأسف أنت عاملة عاصية ومتنمرة وتكلميني بغير احترام واستغليت الزمالة حقتي واستغليت محبتي ليك لما كنا صديقات. هذا تفكيرها. وبيني وبينك ما تزعلي ربما هي صادقة ربما هذا اللي حصل منك بقصد أو بدون قصد. لا مستحيل. ما تعرفي يا بنتي ما تعرفي. أنا في بداية الحلقة إيش قلت؟ الناس ما تعرف النوايا ما أعرف اللي في صدرك ولا تعرف اللي في صدري ولا تعرف أنا إنسان طيب ولا نظيف ولا إنسان مخادع ولا إنسان استغلالي. ما تعرفي حتى المواقف اللي قدامنا ما نقدر نحكم عليها غير لما تتم. وأبشرك حتى المواقف اللي إحنا نسويها ونجرم في حق بعضنا البعض أنا طالع فيه يقولك يا أخي ما سويت شيء يا أخي إيش بك فهمتيها كده. وده اللي بيحصل ليش؟ لأنه كل واحد عنده كودات في راسه. هنا عمر على الكنترول خلاص حيفرقع لازم أقفل المكالمة الآن عندنا فاصل لابد نطلع له. فهمت يا بنتي اللي أنا أقصده؟ أوكي يديك العافية يلا السلام عليكم. فاصل يا حبايبي عشان عمر ونرجع لكم تاني. فضفضة مع الدكتور هاني الغامدي. حياكم الله أهلا بكم. أتفضل أنت معنا على الهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك إيش؟ هاني أسعد الله مساك. وإياك يا حبيبنا. اسمك كريم إيش؟ عوض العمر الله يحفظك. حياك الله أخوي عوض. كم العمر؟ 60. أوه تجاوزتك. ما لا بكم شهر؟ لا يمكن أكثر الله أعلم. لا ما في أكثر هي كم شهر. حنلحقك بعد كم شهر إن شاء الله. الله يمتعك بالصحة. وياك يا حبيبنا. دكتور أنا بس حبيت إني أشكرك الحقيقة أنت ثروة رائعة. العفو يا أخي. جميلة. العفو الله يحفظك. مفيد بكل طرحك وآرائك. بارك الله فيك. وكل ما تطرحه منطقي وموضوعي وشيء جميل. جزاك الله خير. أتمنى لك التوفيق. بارك الله فيك حبيبنا الله يحفظك. الله يحفظك. هم كده الستينين يضبطوا بعض. الله يحفظك. نجبر خاطر بعض. الله يحفظك. والله حقيقة أنا أقولها والله بكل أمانة. بارك الله فيك. طويل العمر في حائل يعني موضوع أو حالة أو سلوك من بعض الأشخاص للأسف الشديد. أنا بتكلم عن واقعة معي أنا شخصيا. أنا رجل ذو علاقات يعني اجتماعية واسعة من فضل الله ولي علاقاتي وعلاقاتي أكثر من 50% من خارج قبيلتي وخارج جماعتي. تمام. ممتدة يعني من كل أقطار البلاد. تمام. فبيجي لي زوار دائما وضيوف وفي أحد الأشخاص من نفس قبيلتي ومن قريتي بالذات. تمام. أعزمه في كل مناسبة وأضعه في صدر المجلس بكل احترام. تمام. وتفاجأت الحقيقة إنه هذا الرجل يعني اتجه لأصحابي وأصدقائي الخاصين ينتقدني فيما أعمله ونقد حاد ولاذع ومزعج جدا بشكل يروح لهم بشكل طبعا يكلموني بشكل إيماءات إنه في واحد تكلم وفي الأخير أنا أهملت الموضوع ما أعطيته أهمية. تمام. وصل به الحد إلى إنه يصل إلى أقربائي يتجه لهم يقول قولوا لفلان إنه ترى ما في داعي وما في داعي إنه يعني ما في علاقات واسعة أو إنه يعزم ناس آخرين من خارج القبيلة وإنه يعني. فأنا حقيقة والله صدمت يعني الحقيقة في هذا الجانب لأنني كنت أتعامل معه بكل احترام وتقدير وكنت أضعه في صدر المجلس. وبعد ما لاحظت هذا الأمر أكثر من شخص راح له وعرفته شخصيا أنه هو وراء الموضوع النقد اللاذع فاحتجت
فكرت حقيقة يعني في أمري، هل كيف أتعامل مع هذا الشخص هذا أو أمثاله من الناس، مع العلم أنه هذا النقد ما هو لي أنا الشخصية، هو للناس المميزين أو الرموز في المنطقة، دائما ينقدهم، دائما يحتقرهم، دائما يلدعهم بالكلام. تمام. فمثل هذا الأمر يعني ما أدري كيف نتعامل مع هذه العينات. جميل. أبو مين يا أخوي عوض؟ أبو رعد الله يحفظك. أبو رعد، أول شيء خلينا نأخذ الأمر كده ونحلله بكل بساطة، هل أنت ترى أو كل من سمع هذا الرجل إن تصرفه طبيعي؟ كيف دكتور؟ هل أنت أو كل من سمع من هذا الرجل هل تصرفه طبيعي؟ لا طبعاً. إذن الكثير ينتقد. جميل. إذن هو اللي حط نفسه في هذا الإطار، بالتالي بحكمتنا عمرنا خبرتنا وعطائنا وإحساننا وكرمنا وكل ما نفعله، لأنك أنت ما بتفعل حاجة سيئة يا أبو رعد، الحمد لله أنت بتفعل شيء فيه كرم وفيه عزوة وفيه ناس، وهذا جمال الأمر اللي أنت بتفعله اليوم، بغض النظر إيش مكانة النية، لأنه البعض قد يرى يقول لك يا أخي شوف بالله أبو رعد هذا يا أخي يبغى يجمع الناس ويسوي أنه هو يعني ذبيح وأنه هو حق النوايا. الله مطلع عليك. يا سلام عليك، أنت وصلت لمرحلة عمرية حبيبنا الله يحفظك أنه ما عليك ممن قد يتقول فيك، لأنك أنت أعلم بنيتك اليوم، هذا رقم واحد. رقم اثنين، يتفق الجميع أو الأغلبية بأن تصرف هذا الإنسان هو تصرف غير طبيعي. أكيد. الأمر الثالث، ندعي له جميعا، والله يا أبو رعد ندعي له جميعا. ليش؟ لأنه نشفق على هؤلاء، هو عمره أكيد مقارب لك، أكبر مني بكثير. يا سلام. معنى ذلك أنه في الآخر الله يهديه وينور بصيرته، وكلامه هذا بكل أسف ما يحتاج أن احنا نرد عليه. ليش؟ نحن أعلم بما في صدورنا، رقم واحد. رقم اثنين، الفعل اللي احنا قاعدين نسويه ليس فعل ممكن نلام فيه، لا في خط شرعي ولا أخلاقي ولا سلوكي ولا مجتمعي. إذن بالتالي أنا قاعد أفعل أمور، يا أخي يا حبيبنا يا أبو رعد، يعني أخوك اللي قاعد يتكلم، أنت جزاك الله خير قلت لي كلمتين طيبات جبرت بها بخاطري، تمام؟ البعض يرى إنه والله أنت يا هاني فيك كذا وفيك كذا فيك، على كلامي على الإذاعة أو على تويتر أو على سناب أو على أي برنامج أطلعه في أي إذاعة أو تلفزيون، هناك من المنتقدين ما لا تتوقع كيف هو فهم هذا الأمر. يعني خلال 27 سنة الماضية طلعت في مئات الحلقات من فضل الرحمن، والله ما طلعت في حلقة، وحتى حلقاتنا هنا اللي على الإذاعة إلا ما يجيني واحد أو واحدة ويفهم كلام بشكل لا أتوقعه أبدا. فتعودت في آخر ربع قرن على قولتهم إنه أنا بالنسبة لي سلوكي وتصرفاتي طالما تتكي على خط شرعي وطالما تتكي على علم ومنهجية فأنا أتقبل. يا أخي يا حبيبنا يا أبو رعد، المصطفى صلوات الله وسلامه جاب أي رسالة عظيمة، هل كان أول ما يفتح فاه ويتحدث بهذه الرسالة يقبلوه الناس؟ أبدا. لا طبعا. أبدا. بل مين اللي ناهضوا؟ أقرب من هم موجودين حوله، من أهله وعشيرته وعزوته وأهل بلده. ونهاية الأمر وين صار؟ خرج من برا البلد وهجر ثم رجع. إذن بالتالي لما نقول على السنة يا أبو رعد اللي هو النهج المصطفى صلوات الله وسلامه، وهو والأنبياء كل قد تعب في كل ما هو عليه الأمر من قربة إلى الرحمن أو أخلاق أو توجيه، إذن بالتالي اليوم نزعل من شخص قال كلمتين؟ أبدا. أرمي حوش، أرمي ورا ظهرك أنت اليوم. دكتور أنا لم أناقش هذا أبدا، لكن يعني النفس لا يمكن أن تقبل أن أدعو مرة أخرى بعد ما سمعتها. بالعكس، هذا هنا نقطة. تسمع نصيحة يا أبو رعد؟ أي تفضل الله يحفظك. وتسمع بها؟ على رأسي. ما بدي أحلفك. لا أمر. تمام. العفو. والله أول المعزومين. الله. والله أول المعزومين. يا أخي كمن يرمي المن في وجوه البعض، تمام؟ وبالنسبة لك تحسن إلى من يسيء لك، اذهبوا فأنتم الطلقاء، في أكثر من ذلك؟ لا بس خلاص انتهى، انت كلامك على راسي. يعني تسلم راسك والله، وتعملها وتعملها بحب، لانك انت اعلم بنيتك، اعلم بصدرك. والله يا ربي اعلم بنا كلنا. شكرا شكرا، انتهى الموضوع. اذا والله اول المعزومين، والله الذي لا اله الا هو، ان هناك من عاداني في بعض المواقف سواء كانت في حياتي العمليه او في حياتي الشخصيه، واذا جات مناسبه والله اول المعزومين. ووالله الذي لا إله إلا هو، إن النية ما هو عشان إني أجيبه وعشان أنظله بنص عين، والأبدا
لا طبعا أبدي له كامل الاحترام والتقدير، وتدور الدوائر وتدور السنين ويجيك يقول لك يا أخي أنت عملت معايا موقف، أنا كنت منتظر أنك تقوله وتعترف، لا والله أنا كنت عارف وأفهم وعلى يقين بأن شراكتي مع الله وليست معك، شراكتي مع الله وليست معك. ما في شك، ما في شك، الله يديمك يا أبو رعد، يبارك فيك إن شاء الله. شكرا جزيلا، الله يمسك. العفو حبيبنا. أول المعزومين، أول المعزومين خوينا ترى. أبشر أبشر، لكن كل ما تقدم يا دكتور أسأل الله نكتيك عليه خير. بارك، هي كل هو شوف يا أخي، هي كل كلمة أنت فيدني فيها بكلمة وتغير من رأي أو أمر متصلب في رأسي، نحن بشر نحتاج إلى كلمة خير ونتبادلها. بارك الله فيك. اليوم أنا قلت كلمة خير، ووالله الكلام اللي أقوله لأي من كان من أبو رعد أو غيره، والله الذي لا إله إلا هو، نطلع من أي حلقة أو أي برنامج أو أي شيء وأقعد أطالع أقول والله الرجال ده يقول كلام حلو، طب سويها هاني عشان أذكر نفسي. بارك الله فيك وياك يا حبيبي، حفظك الله يا أبو رعد، حياك الله شرفتنا. طيب في معانا على الخط، أهلا بك تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك إيش؟ اسمي نورة. نورة كم عمرك يا نورة؟ 30 سنة. حياك الله يا بنتي تفضلي. والله أنا ما كنت أعرفك ولا أني كنت يعني قد سمعت عنك ولا شيء، بس إن اليوم كنت طالع كده متضايقة لأنك اليوم كان في زواج طليقي. اليوم زواج طليقك؟ إيه. مبروك، مبارك عليه إن شاء الله، الله يبارك له إن شاء الله ويوفقه. آمين. دقيقة، زعلانة؟ هو ظلمني كثير عشان كذا. زعلانة؟ ماني زعلانة إني نتزوج، أنا أساساً أنا اللي خلعته، فماني زعلانة، بس أحس إني لأنه هو يقرب لي، فهمت؟ فأحس إني اللي يعني ما أدري وش أقول، بس ماني زعلانة عشان نتزوج، بس لأنه هو ظلمني زعلانة لنفسي، لأني ما أخذت حقي كثير. أليس كان ماضي يا بنتي وانتهى؟ صح. متى تم الانفصال ولا متى تم الخلع؟ 7 سنين. 6 سنين. يا الله، 7 سنين شايلة في صدرك يا بنتي الله يحفظك. 7 سنين. كم عمرك يا بنتي الآن؟ 30. وتزوجتي كم كان عمرك؟ صغيرة 18. وقعدتوا كم سنة مع بعض؟ 2 خطوبة وسبع سنوات زواج، يعني خطبت أنا من 16 سنة. طيب وانفصلتي متى قبل كم سنة؟ 6. طيب وانتهى محطة وانتهت يا بنتي، محطة وانتهت. هو انتهى بس ما أقول شيء أنا، بس إنه هو يعني اللي سواه فيني ظلمني بالنهاية يعني. أديني أنواع الظلم اللي سواها مثلا، أديني مثال. 7 سنوات خيانة. خيانة؟ إيه. هذا فيها ظلم لك؟ فيها ظلم لي إيه؟ لا أبدا، لا 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 معليش وقفي، أنت كده تزعليني يا بنتي، هذا ما هو ظلم لك، هذه خيانة لله، مع الله عفوا وليس معك أنت، هذا شغله هو بينه وبين ربه. يا بناتي لما واحدة تجي تقول لي خانني، هو ما خانك، هو خان الأمانة اللي بينه وبين الله، ما خانك أنت. إحنا ما إحنا ملزومين بأنه إحنا نحدد على البشر إيش اللي يسووه بخير أو بشر، وتأثيرك للمعلومية أنت وكل من يسمعنا، تأثيرك بكلمة حق فقط هل يجب أنه يسمعها الطرف الآخر؟ أبدا. النبي اللهم صل عليه وكافة الأنبياء كانوا لما يقولوا كلمة الحق الناس على طول تنصاع؟ أبدا، كانوا يناهضونه ويحاولوا قتله وإلى آخره، ما هذا اللي حصل؟ وهي كلمة حق. فاليوم أنت لما تقولي خانني، هو ما خانك يا بنتي، هو خان ربه، خان الأمانة، خان اللي بينه وبين نفسه، فبالتالي هي ليست خيانة عليك أنت. غير الخيانة إيش سوالك؟ كثيرة مرة ما ودي أذكرها هنا، بس مثلا ضربك؟ ضربك؟ كان يضربني إيه؟ طيب بس يعني هل هذه مروءة رجل؟ كان يضربني، بس إنه كنت أشوف إنه الخيانة والشيء هذا كنت أسامح، أنا من خلال 7 سنوات كنت أسامح وأسامح وأسامح وأسامح، يعني لدرجة إني خلاص طفشت منه فطلبت إن الطلاق. طيب اتخذت قرارك واتخذت إجرائك وفعلت الشيء اللي يتماشى مع تفكيرك أنت ورأيك أنت، واتخذت قرارك، يا قوتك ما شاء الله عليك تبارك الرحمن ما شاء الله، اتخذت قرارك، وين المشكلة؟ اتخذت قرارك بيدك، خلعتي ولا لا؟ إيه. خلاص شكرا، أنا ما شجع على الخلع ولا شجع على فسخ النكاح ولا شجع على الطلاق، لكن أنا أتحدث عن موضوعك أنت تحديدا، أنت وجدتي أنه خروجك من هذه الدائرة بركة لك ففعلت هذا الأمر، شكرا، فين المشكلة؟ ليش شايلتها في صدرك لحد الآن 6 سنوات؟ أنت تتابعيني من متى يا بنتي الله يحفظك؟ أقول لك اليوم أنا طلعت أنا متضايقة وأنه جاتني أول مرة أنكد نفسي وأحب أنكد نفسي، فطلعت أبي أسمع أغنية، قلت خلني بدل ما أسمع أغنية خلني أسمع قرآن أو أنه راديو كذا أسمع رأي الناس،
شغلت قرآن بعدين جاء بريك ما أدري جاء شيء بعدين غيرت الراديو سمعتك تسولف مع الناس وتعطيهم نصايح وقلت خلني أتصل أول اتصال لي في الحياة يعني بيكون وإن شاء الله بإذن الله يكون الاتصال اللي فيه البركة على صدرك والأمر اللي يغير من تفكيرك. طيب يا بنتي أنا مو عشان والله لا أشهر نفسي ولا أدور فولوورز ولا أدور الكلام أنا لي 27 سنة من فضل الله وأنا في إذاعة وتلفزيون ولكن خليني أنفعك لك أنت ولكل من يسمعنا عندك يوتيوب إيه؟ تعرف اليوتيوب اكتبي في اليوتيوب دكتور هاني الغامدي طيب تمام إذا دخلت في اليوتيوب كتبت دكتور هاني الغامدي تجيك القناة حقتي القناة حقتي فيها آلاف الحلقات في كل البرامج اللي طلعت تلفزيون وإذاعة وغيره واسمعي واستمعي وشوفي الأمر اللي يجوز لك لعله تكون كلمة ترضي صدرك تمام طيب بس خلاص يعطيك العافية بس حتروح على اليوتيوب ولا لا ايه ان شاء الله خلني اوصل البيت اروح اوكي ان شاء الله على خير طب انت زعلانة دحين من شيء ما ادري ممكن هو شيء طيب يحاول يزعلني لا هذا مش شيطان عارفة مين؟ مين؟ وسوسة النفس الشيطان هنا ما له علاقة الشيطان يبغى إيش يخليك؟ يخليك تزعلي من ربنا مثلا؟ حاشا لله يبغاك تقولي والله ربنا مو عدل أنا انظلمت في هذه الدنيا يا رب طيب الوسوسة كيف يروح؟ أنا اسمعي السؤالي هل خطر في بالك الكلام اللي قاعد أقوله؟ كيف؟ خطر في بالك الكلام اللي قاعد أقوله؟ أي كلام؟ إن أنت زعلان إنه ربنا ليه قدر عليك بكده؟ لا يعني أنت مع ربنا ما في وسوسة معناته الشيطان ما له علاقة هذه اللي باقي هو وسوسة النفس أنت الآن بينك وبين صدرك بينك وبين عقلك ليه سوى فيني كده ليه حصل معايا كده ليش أنا سمحت لي كده وناسي أمر مهم جدا أنت سويتيه عارفة إيش هو إيش إنك أنت طلعتي من الدائرة أنت اتخذت إجراءك وطلعتي من الدائرة مبارك عليك هذا الفعل اللي أنت سويتيه بما يتناسب معك أنت ليس تشجيع للآخرين والأخريات أن هم يخلعوا ولا يفسخوا نكاح ولا يطلقوا أبدا لكن أنت تحديدا في دائرتك أنت في قضيتك أنت في ملفك أنت اتخذت إجرائك افرحي بالإجراء اللي أنت أخذتيه ولا أنت لسه تحبيه لا ما أحبه بعيني في عينك أنا يوم بيني أنا يوم وبينك والله أنا يوم اتخذت القرار خلاص قد كرهته لأن طفشت من حركاته واتخذت قرار خلاص ما عاد أبيه اتخذت قرار وانتهى صح انتهى خلاص تمام ليش قاعدة تعيدي وتزيدي بيه في صدرك مدري ما في مدري يا بنتي ما في مدري لا حد يقول لي كلمة مدري مستفزة عندي كلمة مدري جدا ليش كل شيء ندري عنه كل شيء عارفين احنا ليش بنفكر فيه ابحثي جوا صدرك عارفة وش اللي تبغيه نفسك تحطيه قدامك كده ربطونه وتقعد تلطشي فيه هذا نفسك فيه لا اما لوش تبغي مدري كيف مدري والله مدري ما في مدري والله مدري يا بنتي لازم تتحدثي مع عقلك تتحدثي مع صدرك انت ليش معلق الملف في صدرك الى الان ليش امر وانتهى محطة وراحت اغبي عليها خلاص وحط عليها تراب وانتهى امر وانتهى خليني اسألك حاجة معلش انت قلتي لي اسمك ايش نورة 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 يا بنتي لما كنت في المتوسط ما غلطتي مع اي بنت غلطتي عليها ولا حتى مع زميلة مع صديقة مع اي ما غلطتي مع احد ملاك انت طول عمرك لا ما غلطتي عليهم صح ايه اذا فاكر الغلطات هذه ليش هم ما شالوها في صدورهم ضدك وتجاوزوها لأنه أمر ما يستحق محطة وانتهت حتى أنا في هذا السن لما نتذكر قبل 20-30-40 سنة ولا لما كنت عمري 10 سنين ولا كم أقول أضحك يا أخي والله العظيم كنا نسوي حركات ما لها داعي عادي ارتقينا وعدينا المحطات وصلنا لما وصلنا إليه من راحة بال وإدارة الأمور بحكمة يا بنتي الله يحفظك الكلام ما هو لك أنت يا نورة ترى على فكرة أقول لك على سر وما تقولي لأحد ترى نص اللي يسمعونا بنفس وضعك شايلين في صدورهم شايلين الملفات في صدورهم أنا رسالتي من أكثر من 27 سنة أقول كيف الإنسان يعيش بذكاء يا أخي أنت تبغانا مفلت يا أخي أنت ما تقول كلام غير منطقي والله اللي يبغى يفهم يفهم اللي ما يبغى يفهم الله يبارك له ما عندي مشكلة أنا بقول كلمة متكي على منهج وعلى علم وعلى فهم وعلى خبرة وتجربة وعلى وقائع ونتائج موجودة على أرض الواقع اللي يبغى يسمع الكلام الله يحييه اللي ما يبغى يسمع الكلام برضو الله يحييه فأنت يا بنتي اليوم لازم تسأل نفسك أنا ليش شايلة في صدري 6 سنوات عدت ولسه قاعدة حاطة اللي سواه فيا ويوم ما قال لي ويوم ما خاني بس عارفة معناته إيش يا نورة
إيش؟ وما تزعل يا بنتي أقول لك الكلمة وحطها بين قوسين. يا عادي. عدم ثقة بذاتك، عدم ثقة بنفسك. هل أنت ما أنت واثقة بنفسك؟ أنا واثقة بنفسي أيوة، بس إنه الشيء هذا اللي سواه اللي فيني مثلاً. صاير الفترة هذه صاير حساسة بزيادة، أتذكر وأشيل أشيل هم إنه أمي اللي سبب إني زوجتني غصب، إنه هي اللي خلتني أتزوج. وضاعت أيامي. وجيت عند أمي قلت لها أمي هذا خاين، هذا وشو؟ قالت أصبري أصبري. اتخذت قرارك في الاخر يا بنت ولا لا؟ اتخذت قراري غصبا عن اهلي يعني. هم ما كانوا موافقين. شكرا. غيرك ما هو قادر يتخذ قرار، غيرك ما زال في الطين وتنطين، غيرك ما زال موجود تحت المهانه كل يوم، لجل المجتمع ولجل مدري ايش ولجل كلام كثير. انا ما اتكلم ولا، انا عمري ما شجعت احد على الطلاق في كل السنوات اللي مضت، ولست ذلك المخبي بالخفي، وتكلمت كثير عن المخبي بالخفي، لكن في أمور يا بنتي ما أقبلها. أنا بناتي متزوجات وعندي أحفاد من فضل الرحمن، ما أقبل أنه بنتي تهان أو بنتي تنضرب أو يصير أمور خارجة عن الشرع وعن الحق الخط الأخلاقي أو السلوكي. فبالتالي أنت مثل بنتي اليوم، ما أقبل عليك أن أنا أسمع إنسان بهذه الطريقة، وأنك أنت ما زلت مستمرة معه لجل واحد اثنين ثلاثة، لجل المجتمع اللي يقوله مطلقة، لجل المدري وشه، وفي الآخر كلام لا يودي ولا يجيب، والناس ما عليك منهم طالما أنت على حق. طالما أنت على حق اليوم يا بنتي، كل من تطلقت وكل من طلبت سوت خلع ولا فسخ نكاح قالوا عشان تبغى تنفلت وتروح كافيهات وما أدري إيش تسوي. لا والله هذا ليس الواقع، وإذا كان عندي واحد في الألف عنده هذا الأمر فهو ليس المقياس بين بقية بناتنا اللي بيتهانوا، وأخواتنا اللي بيتهانوا في البيوت ويتحملوا في زمن سابق. اليوم يوم التمكين، زمن التمكين، وهذا التمكين لا يعني بأنه إحنا نستغل القانون، والقانون تراه ما هو غبي، القانون ما هو غبي، القانون فيه قضاء وفي ناس تفهم وتحلل الأمر وتعرف إنها توافق على هذا الإجراء أو ما توافق عليه. قبل المكالمة قبل كان في واحدة قدمت على خلع وردها القاضي، سمعت الموضوع ولا لا؟ أيوة سمعت. معنى ذلك إنه القضاء كل من قدمت على الخلع وقال وافق خلاص بس يوقع وانتهينا؟ لا طبعا يا بنتي، ما احنا بالسذاجة هذه. وأتعجب حقيقة من اللي قاعد يدور على تويتر وعلى تيك توك وعلى غيره من قضايا وكلام وأمور ليست لها علاقة بالواقع ابدا. احنا ما احنا مجتمع منفلت، احنا مجتمع عندنا نظام وقانون، مخافة الله موجوده، الخير فينا ان شاء الله. فحقوقنا اليوم يوم التمكين، يوم تمكننا اليوم. البعض يعتقد انه كان ممكن يهين امراه لمده 30 40 سنه، اليوم السالف المجتمعي، الفكر المجتمع اتغير. فهمت عليك. والشيء الثاني ان امي تقول لي ليتك صبرت 10 سنوات. ليتك صبرتي ولا ليش؟ تقول ليتك صبرت 10 سنوات، يعني 7 سنوات صبرت قليل، ليتك صبرت 10 سنوات كنت ممكن هو ربي يهدي. أمي قد إيه عمرها؟ أمي 56. يعني ما زالت صغيرة الله يحفظها. لكن أنا أفهم يا بنتي، أنا سعودي وقبلي وأفهم بعض الأمور الخاصة بكثير من الأطياف الفكرية المختلفة. لا يعني ذلك بأنه إحنا سيئين، لا يعني ذلك إحنا ما نفهم، ولكن هناك ضواغط مجتمعية وأمور موجودة في رؤوس كثير من الأشخاص ضمن الفكر المجتمعي اللي يتغير كل بعد فترة. اليوم نحن ننعم بهذا التمكين وبهذا التغيير الفكري يلي رجع للخط الشرعي، يلي رجع للخط الشرعي، مش إنه خرجنا على الخط الشرعي أبدا. طبعا في سلوكيات أخرى ما لنا علاقة بيها ما نتكلم فيها، لكن الأمور الخاصة بالحقوق والقوانين والأنظمة عادت إلى الخط الشرعي الحقيقي. ونفخر اليوم بأنه إحنا من فضل الرحمن نستطيع أنه إحنا نسترد حقوقنا ونأخذها حينما نريد أن نتخذ قرار، وإنت اتخذت قرار صح. إذن افخري بنفسك بارك الله فيك، لأنك أنت اتخذت قرارك في دائرتك أنت وملفك أنت، ليس تشجيعا للآخرين أو الخريات، لكن في دائرتك أنت اتخذت قرارك بنتي. إذن افرحي، وش هالضيقة اللي شايلتها في صدرك 6 سنوات؟ مو من 6 سنوات تو اليوم، لأن زواج اليوم من 6 سنوات ناسي أساسا. يا بنتي زواج اليوم وش وضعه اليوم؟ هذا ليس قضيتك، ماضي وانتهى. هذا رجل خرج من دائرتك، يربطك بينه وبينه فقط علاقته مع أبنائه وليس أكثر من ذلك. أما علاقته فيك أنت شخصيا فهو لا يمت لك بأي مشاعر داخلية جوا صدرك، ولا عقلك من المفترض أنه يشيل من هالصدر ويقعد ينفذ بعض الأوامر اللي بتحسسك بهذا النكد اللي أنت فيه. افرحي بارك الله فيك باتخاذك لإجرائك، وشكرا على أن رب العباد من فضل الرحمن أكرمك بهذا الأمر، واحمد الله على أنك أنت أحسن من غيرك،
وعيشة يا بنتي لسه صغيرة الله يحفظك, عمرك 30 سنة قدامك, الحياة بكل جمالها إذا أنت بحثت عن الجمال اللي فيها. أما تطلع من بيتك, طب أقول لك على حاجة, مو طلعتي من البيت وتنكدتي شوية نورة؟ إيه؟ باقي شيء في الصدر يا بنتي؟ لا. الله يفتح عليك, ارجع بيتك وحط راسك ونامي إن شاء الله. الله يسلم أمرك. بالعافية. بارك الله فيك, حياك يا بنتي, أهلا بيك. فاصل؟ فاصل ونرجع لكم. قبل ما نطلع الفاصل أديكم الرقم 0126161100. فضفضة مع الدكتور هاني الغامدي. أهلا وسهلا بكم. طيب في معنا الخط, تفضل. أهلا بك, تفضل. دكتور هاني. أهلا وسهلا, اسمك إيش؟ حنين. حنين, كم عمرك؟ من جدة. أهلا بك. 39. 39؟ نعم. أهلا بك, تفضل يا حنين. تابعت من زمان وسمعت ما شاء الله البنات اللي قبلي, يعني بجد ريح خاطرهم, الله يريح قلبك. وياكم, بارك الله فيك. وبجد ما شاء الله من زمان بتابعك, والله يبارك لك. وياك الله يحفظك. يا دكتور أنا يعني زوجي هاجرني 8 سنين. يعني إيش هاجرك يا حنين؟ يعني تارك البيت بس يجي زيارة. زيارة كل قديش؟ يوم إيه ويوم لا, من باب العدل لأنه فاتح باب تاني. يعني مو هاجرك, زيارة. زيارة بس عشان يسلم على الأولاد والوالدة, أمه عشانها معي. معك في البيت نفسه ولا في العمارة؟ نعم هو وحيدة, هو أنا معهم في نفس البيت. لا في العمارة ولا في نفس الشقة؟ لا لا فيلا. فيلا ولا وأمه موجودة في الفيلا معكم؟ نعم نعم. وهو يجي يقعد مع أمه يسلم عليها ويسلم على الأولاد ويمشي في اليوم حقك؟ بالضبط. نعم بالضبط. ولا في أي علاقة زوجية؟ نعم قطع على 12 ماكسيمم خلاص مع السلامة. ولا في أي علاقة زوجية؟ ولا في مودة ولا في ولا حاجة يعني رسمي, جلسة رسمية جدا. طيب وليش أنت قابل الموضوع ده؟ ولا أنتوا متفقين على كده؟ ولا أنت متضررة من كده؟ لا دكتور ما حد يضرب الوضع ده, بس الواحد أكيد متضرر ومو عاجبه. ولكن في امر في في, في امور في مقابل امور يا حنين. مثال يعني انا اقصد انه وجودك في البيت عنده, انت تعملي؟ انا موظفه. يعني تقدر تشيل بيت وتفتح بيت وتقدر تسوي اللي تبغي؟ الحمد لله يعني الواحد مو جالس عشان لقمه, الحمد لله يعني. تمام. واحد بياكل في بيت اهله بياكل هنا. تمام. اذا السؤال, ليش انت صابره على هذا الوضع الثمانية سنين اللي انت ذكرتيها؟ عندي أمل, والأمل في الله كبير بإذن الله. طيب ما في أحد أصلح بينكم؟ ما حد أتكلم معاكم؟ أمه هذه ما كان لها أي دور؟ يعني كل محاولات بتبيء بالفشل, وفي الأخير بيقول هذه حياتي, اللي عجبه أهله وسهله ما عجبه مع السلامة. طيب متى آخر مرة أمه تناقشت معي حنين؟ والله فترة من 3-4 سنين, لأنه بعدها خلاص وعدته أنها ما تتدخل, لأنه كل ما أحد يتدخل من طرف أهلي أو من أهله بيزيد نرحته. طيب في أمور أختي الله يحفظك لابد أنها تكون هي المسبب بشكل أو بآخر, سواء كان لنا يد فيها أو ما لنا يد فيها. هل في أمور حابة تذكريها ولا أمور خاصة ما أنت حابة تذكريها؟ لكن اللي يهمني في أمور ولا ما في أمور؟ والله إيش بيقولوا أمور اللي هو مثلا السحر ولا أشياء زي كده, وكل شيء لعلاج يعني. أنا ماني شايفة سحر. سحر مثلاً. سحر إيش؟ ممكن عشان هو الزواج واحدة من قارة آسيا ومن عنواني بتكون جنسيات محددة وكلنا بني آدم. فيمكن يقولوا كده, بس برضو كل حاجة ليها علاج, هو ما شاء الله يسان صلي مسمي يعني, بقول إن شاء الله يخف. طيب هل أنت هذا الأمر حصل في يوم وليلة ولا كان قبل 8 سنوات؟ أنتوا كم سنة زواج؟ لا إن شاء الله 30 سنة زواج. أنا زواج صغيرة زي الأخت اللي قبلي يعني وكده, بس الحمد لله واكبت الحياة ومشيت دنيتي بسلام إلا بعد ما تزوج يعني. طيب الوضع تغير. طيب هو تزوج من 8 سنوات ولا هجرك من 8 سنوات؟ أول ما تزوج خلاص اللي هو من 8 سنوات. نعم, نعم. طيب يعني أنا طبعا أي واحدة بتزوجها بتزوج بتستزعل بتعترض ماني عارفة, وبعدها يعني بشهرين من الزواج وخلاص أخذ قرار إنه يجي زيارة وأنا أقول على دمته عشان البيت والبزورة. طيب ولا طيب خلال الشهرين هذه أقصى عفرة أنت سويتيها إيش سويتي؟ الجنان حق الحريم ده اللي هو مديت يد. مديت يد والله الطبيعي ما سوينا. طيب مديت يدك؟ لا لا ما وصلت لمد اليد. طيب. مثلا لتكسير لملابس مثلا تترمي
سويتي مجنونة بالضبط. والله شعور طيب. طبيعي. انت يعني. انت تتابعيني من زمان يا حنين؟ اي والله دكتور من كم سنة؟ كم سنة؟ انا ما ولي اذكر يعني زمان يعني من 15 سنة واكثر. ايوه لا طيب. يعني حتى اذاعه القران اظن كان في فقره او مظبوط. لا مو فقره، كان لي برنامج 5 سنين عموما عشان ما نسك عشان بس حقون علي في اللي تزعلوا تمام طيب. لانه عمر هنا كده اداني نظره طيب حلو طيب اللي انا بقول لك هو يا اختي الله يحفظك الامور هذه لما تتم انا تكلمت فيها 20 مره على ما يقولوا في كل الاذاعات والتلفزيون اللي طلعت فيها حتى انه لما زوجي يتزوج اتعفرتي ما حد قال لك لا بس نتعفرت يوم يومين ثلاثة لمدة بوزنا أسبوع نزعل شهر بس حجم الموقف بالمنظر اللي بيصير منك حيخليني أنا كرجل أفقد جزئية النظر إليك كأنثى. أنت مفتري عشانك رجال وأنت ما تعرف الألم اللي في صدورنا وأنت ما تدري إحنا قدين نتألم. عارف يا أخواتي ويا بناتي والله عارف عارف أنا والله مشاعر طبيعية يعني تخصصي هذا من 27 سنة لكن اللي يهمني اليوم انه لما وحده تزعل بالزعله حقتك هذه وانا قلتها 500 مره ايش حيسوي هو؟ حيحط راسه على صدر الثانيه صح؟ طيب وخسرت الجوله انت عشره هو اطفال مع الاهل حنين لا تقولي لي يا اختي الله يحفظك لا عشره ولا غيره انا اليوم في حاله حب ورغبه مع امراه اخرى منكم لله يا رجال انتوا اللي تشكلوا كل يوم هذه انا ما حقول شرع الله حقول فطره الانسان فطره الرجل تمام وعلى فكره لو تكلمنا في الحكمه لهذا الامر ترى الحكمه ممكن تقنع اي احد ترى قدر الله ما شاء فعل تمام الواحد والله انا دحين لما انظر لنفسي انه انا واو انا ايش فكره سويت الامور دي كلها صدرت مني لا فين كان عقلي استصغرت الامور كلها دحين الحمد لله يا سلام يعني. عليك وهذا اللي دائما اقوله يا حنين انه لا نتعفرت ونخرج عن النص ونفرقع وبعدين ما نعرف نلملم المواضيع تاني. طيب هذا الرجل ما زال يحترمك يقدرك ولا ما تبوز ومو طايق شوفتك ابدا؟ لا في احترام نسبه بسيطه الحمد لله بس في ما زال الاحترام محفوظ خاصه يعني قدام الاولاد بما انه ما شاء الله كبار يتكلم معك بلطف بشكل رسمي لا بس بلطف تمام يعني ما هو طايق ما يطالع فيك ولا هو طايق جلستك ولا هو ما يبغى وجهك ولا الكلام ده كله لا والله في تقدير وفي احترام الواحد ما ينكر يعني عندنا مدخل حاول طيب إن شاء الله. تعرف حساباتي بالضبط نعم راسلين قبل شوي اخذته كمان لا بس راسلين الله يحفظك ولعله نقول كلمه خير له ونشوف الامور فين توصل يا رب الله يسمع منك هذا إذا أنت عندك الرغبة تبغي تعيد الأمور أما إذا أنت على قولتهم سلمتي نمر والله شكرا دكتور جزاك الله خير عشان كده أنا سألتك في بداية الكلام أنت مبسوطة كده ولا تبغي تغيير أنا ماني راضي عن حالي أبدا ولازم أخذ موقف كده بجد الوضع لعله خير يا رب الله يسر الأمر بارك الله فيك يا حنين شكرا وياك إن شاء الله طيب عندنا فاصل وقبل الفاصل أديكم الرقم 012-616-1100 فاصل نرجع لكم فضفضة مع الدكتور هاني الغامدي أهلا وسهلا بكم في معنى الخط تفضل أنت على الهواء الله يعطيك العافية يعافيك ويسلمك اسمك إيش الله يحفظك فهد الحربي حياك الله يا فهد كم العمر؟ العمر 40 حياك الله يا أخوي تفضل دكتور بس أنا مشكلتي ما أقدر أقولها على الهواء بس لا بس يعني تعرف حساباتي يا فهد والله ما أعرف لك في التويتر والحركات هذه والسناب لي في التويتر بس ما يعني قصدي إني مشاركات لا أنا أقصد يعني تعرف عندك حساب دكتور؟ أقول عندك حساب على تويتر؟ إيه نعم. طيب تعرف حسابي على تويتر؟ لا والله. طيب. ممكن أدخلت الدكتور هاني يطلع لي؟ والله في هاني ما شاء الله كم واحد. حتى أنا لما أحيانا كده أدور لقي ما شاء الله هاني الغامدي يا كثرهم. بس كله مصغر مني طبعًا. الله يعطيك الصحة والعافية. والله يا دكتور أنا متابعين. صح. ولي الشرف الله. طب قول لي الهرجة كده على خفيف. عنوان. ما تنفع طيب ما طيب خليك على الخط الله يحفظك انا اخذ رقمك الان
وارجع اتواصل معك، بس خليك لا تفصل. طيب. تمام. طيب. طيب طيب يا حبايبي، احنا بدأنا حلقتنا اليوم وكنا نتكلم عن كيف ان الانسان سبحان الله العظيم مهما قدم فممكن انه هو ينفهم غلط، وهذه طبيعة البشر. مصطفى صلوات الله وسلامه عليه جاء بكلمة حق ورسالة عظيمة، وبالتالي البعض ما يبغى يفهم، ما يبغى يفهم، وفي البعض ما كان يفهم، والبعض لما فهم تغير وراح إلى طريق الحق، والبعض لما فهم تغير وراح إلى طريق الباطل. هكذا هي الحياة، هكذا هم البشر. الناس ما هم على كيفنا، بس احنا نزعل من ايش؟ نزعل من الدائرة الأولى، نزعل من عيالنا، من زوجاتنا، من أزواجنا. معقولة ما فهموا؟ وخصوصا لما يتم الأمر انه نعيش مع بعض سنوات ونكتشف انه احنا لهذه الدرجة ما هم فاهميني، لهذه الدرجة زوجتي بتظلمني بتفهمني غلط، لهذه الدرجة زوجي بيظلمني بيفهمني غلط، احيانا للأبناء ايضا لهذه الدرجة أمي وأبوي ما هم فاهميني، وأحيانا نحن كأباء وأمهات لهذه الدرجة عيالنا ما هم فاهميننا. حكاية الفهم هذه هي المعضلة، نبغى الآخر يفهمنا، لا الآخر ما حيفهمنا، لازم نبذل جهد ونجز على أسناننا ونتعب ونحاول ونكرر. هي كده، لا تتوقع بأنه اللي قدامك فاهمك، اللي قدامك لا يستطيع قراءتك أصلا، ما بالك بنواياك، ما بالك بأمورك وأفكارك وإعمالك العقلي ومستوى ذكائك وبيئتك والكودات اللي في راسك وعشرين ألف حاجة تانية، فكيف تبغاني أفهم؟ يا أخي السلوك واضح، مفروض أنك تفهمني. لا مو شرط، مو شرط، لكن دائما أنا كمتلقي يجب أن أدرب صدري على حسن الظن، حسن الظن بالله أولا، ثم حسن الظن بالعباد، إلى أن يثبت العكس مما قد يتصرف الآخر. لكن أفضل متشكك في الناس، عقلي يطحن شغال طحانة 24 ساعة، كل ما أحد قرب مني قال لي كلمة سوالي حركة، دائما عندي نوايا، لا هو يقصد كده، هي تقصد كده، لا هو أكيد بيسوي كده، لا هو هذه كوداتك أنت، كوداتك أنت. أما الآخر، وخلينا نقول إنه الآخر قاصد إنه هو ينقزك على كده عقدهم بالبلدي، أقوم أنا على طول أنسحب لدائرته؟ فين الحكمة؟ فين إنك أنت تبتسم؟ فينك أنت تعدي الأمور؟ بناكل على راسنا ممن لا يستحق، والله العظيم ما يستحق أي أمر حتى أنه يرد عليه، ونبتسم. هي كده، يا تعيش بذكاء يا تقعد تطارد حقوقك عند كل واحد، حتطارد حقوقك عند كل بني آدم. كم باقينا؟ قفلنا؟ أسكت خلاص؟ طيب عمر قاسي علي ساير. طيب يا حبايبي، قضايانا ما تنتهي إذا اعتبرناها قضايا، بينما هي معتركات حياة طبيعية. ياريت دائما نفكر بأن احنا لازم نعيش بذكاء. ربي يسر أمرنا وأمركم، نتلاقي إن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم السبت من 10 ل 12 إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.